السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المبدعون الكرام. النهاردة معدنا مع توبيك جديدة من التوبيكس بتاعت التشابتر كارديولوجي في منهج البورد. وتشابتر كارديولوجي معروف إن هو الأثقل مقاما والأكبر حجما والأكثر أهمية والأهم علميا في كل التشابترز بتاعت البورد. فعلا لما هنخلص دراسة الكارديولوجي هنستفاد منها حاجات غيرت مفاهيم كتير عن اللي كنا عارفينه قبل كده عن التشابتر ده، زودت لنا حاجات كتير ما كناش عارفينها وما كناش فاهمينها كويس في تشابتر مهم جدا لأي واحد في المجال الطبي وهو تشابتر كارديولوجي. النهاردة هنتكلم عن توبيك من التوبيكس دي وهو الدسلبيديميا. الدرس ده لا يقل أهمية عن باقي دروس الكارديولوجي وبيجي منه على الأقل سؤالين في الامتحان، سؤالين ان شاء الله مضمونين لان فعلا تشابتر سهل بس هو محتاج شويه تظبيط كده في مخنا لان هو جايب عنه حاجات كتير ولافف وداير في حاجات غامضه شويه في الكتاب. فاحنا هنحاول باذن الله نبسط المعلومه شويه ونطلع منها برضو بالحاجات اللي هي تهمنا. قبل ما ندخل في الدرس لازم نعرف الاول يعني ايه دسلبيديميا. المصطلح نفسه جاي من معناه انه حصل abnormality في الماونتس بتاعت الليبيد في الجسم. لما نقول كلمة ليبتس يبقى احنا قصدين حاجة من ثلاثة، يا اما قصدين ترايجلسرايد اللي هي الدهون الثلاثية، او قصدين الكوليسترول اللي كلنا عارفينه، او قصدين الفوسفوليبتس وده النوع الثالث من انواع الليبتس. فلما نقول داس ليبيديميا يبقى حصل اضطراب او حصل ان بقى في كميات غير طبيعية من نوع معين من الليبتس دي او من كلا النوعين او من كل الثلاث انواع الموجودين. حصل فيهم اضطراب وزيادة في نسبة الليبتس في الجسم. وطبعا دي بتعمل مشاكل كتيرة أهمها وأخطرها مشاكله على القلب. الدسلبيديميا أول حاجة هنتكلم عنها وهي الريسك فاكتورز أوف دسلبيديميا، يعني مين هم الناس اللي هم أكثر عرضة لحدوث الدسلبيديميا عن باقي الناس التانيين. أول حاجة السيجرت سموكينج، أكيد الناس المدخنين يبقى عندهم عرضة أكتر بكتير لتراكم الدهون خاصة الدهون الثلاثية اللي هي تريجليسرايد في الجسم. الناس اللي عندهم هايبرتنشن أصلا البلود بريشر بتاعتهم أكتر من أو يساوي 140 على 90 بيبقوا عرضة أكتر بكتير من الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش هايبرتنشن. كمان الناس اللي عندهم لو اتش دي ال سي، يعني ايه اتش دي ال سي؟ احنا عندنا في الدهون دي عشان تتنقل من مكان لمكان بتحتاج وسيلة مواصلات، وسيلة المواصلات دي اسمها lipoproteins، دي الكاريرز اللي هي بتحمل الدهون سواء الكوليسترول او غيره او تريجليسرايد يعني من مكان لمكان. فاحنا عندنا في lipoproteins اللي هي وسائل المواصلات دي عندنا ثلاث انواع اساسيين هما اللي بيستخدموا في نقل الدهون دي، بس في واحد منهم شغال عكس الاثنين التانيين. يعني عندنا ال HDL ده اختصار لكلمة High Density Lipoprotein وCD معناها كوليسترول يعني اللي هو الحامل للكوليسترول، يبقى High Density Lipoprotein of Cholesterol. تمام؟ عندنا نوعين تانيين حاجة اسمها LDL هنشوفها بعد شوية اللي هي Low Density Lipoprotein، وعندنا حاجة اسمها VLDL اللي هو Very Low Density Lipoprotein. يعني ايه الموضوع ده؟ اللايبوبروتين دي متقسمة تبعا للكثافة بتاعتها، في الاقل في الكثافة وفي الاكبر وفي الاكبر اللي هو الهاي دنسيتي في الاخر. طب هو ايه الفرق بينهم؟ الهاي دنسيتي ده هو اللي احنا نقول عليه اللي هو الكوليسترول النافع. يعني هو ما هو دلوقتي في احنا قلنا دول ثلاث مواصلات ال HDL ال LDL ال VLDL، في واحد منهم هو اللي بينقل الكوليسترول من الدم وبيوديه عشان يدخل في الاديبوز تيشوس اللي هي الانسجه اللي بتخزن الدهون، وبكده يبقى تفادينا مشاكل تراكمه في الارتريز وممكن يعمل الاثروسكلروزيس والمشاكل او يتراكم مثلا على الليفر او الحاجات دي. فمين اللي هو بيحمينا من الموضوع ده؟ اللي هو الاتش دي ال، عشان كده بنقول عليه الكوليسترول النافع، زي ما اللي هي كلمه كده هي غير علميه بس نقدر نفهم منها معنى كلمه اتش دي ال يعني ايه. الكوليسترول النافع زي ما قلنا ان هو بينقل الليبتس من الاماكن بتاعه الدم اللي هي البلاد فيزلز الى الاديبوز تيشوز الاماكن اللي بيتخزن فيها، لكن ال LDL وال VLDL بيعملوا العكس، بينقلوه من الاديبوز تيشوز للبلاد وبالتالي بيسبب لنا المشاكل الكتير اللي احنا هنعرفها بعد شويه. كمان ال VLDL تخصصه اكتر على الترايجليسرايد، يعني احنا عندنا HDLC وعندنا LDLC الاثنين دول بينقلوا الكوليسترول،
لكن ال VLDL ال VLDL ده بقى مسؤول عن نقل الترايجلسرايد اللي هي الدهون الثلاثية. فهنا بيقول ان الناس اللي هو بيبقى عندهم اصلا نسبة ال HDLC قليلة اقل من 40 ملي جرام بير ديسيليتر بيبقى برضه عرضة اكتر لحدوث الديسليبيديميا، لان احنا قلنا ان ال HDLC هو الكوليسترول النافع اللي بينقل لنا الكوليسترول اللي بيبعده عن الدم وبالتالي بيمنعنا من الوجع الدماغ اللي بيحصل بعد كده. كمان من الريسك فاكتورز اللي ممكن تسبب لنا الديسليبيديميا او ممكن يبقى الشخص اللي هو حصلان في الكيسز دي بيبقى عرضة اكتر لحدوث الديسليبيديميا الفاميلي هيستوري اوف سي اتش دي، يعني الناس اللي عندهم اي مشاكل في القلب. تمام، المشاكل دي لو مثلا ممكن اللي هو عنده سي اتش دي ان لو هو ذكر الفيرست ديجري ريليتيف اقل من 55 سنة، او اللي هو عنده واحد قريب انثى وجاله السي اتش دي وهو عمره اقل من 65 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي راجل عندي اخ ليا مثلا او الاب او يعني اي حد من قرابة من الدرجة الاولى حصل له اي مشاكل او امراض في القلب لما كان سنه اقل من 55 سنة، يعني حصل له المرض ده لما كان سنه اقل من 55 سنة، يبقى انا عندي عرضة اكتر ان يحصل لي ديسليبيديميا. تمام، او ان عندي مثلا امي او اختي عندها او حصل لها اي مشاكل في القلب لما كان عمرها اقل من 65 سنة، الموضوع ده حصل لها قبل 65 سنة، يبقى انا برضو عندي عرضة اكتر لحدوث المرض ده، لحدوث الديسليبيديميا. ده معنى كلمة family history of CHD in male first degree relatives اقل من 55 سنة، او CHD in female first degree relative اقل من 65 سنة. كمان الايج نفسه ممكن يكون عامل مهم لحدوث الديسليبيديميا. الناس يعني الذكور اللي عمرها اكتر من 45 سنة وبعرضة اكتر من الناس الرجال يعني الاقل من 45 سنة في حدوث الديسليبيديميا، وكذلك النساء اللي عمرهم اكتر من 55 سنة بيبقى عرضة اكتر لحدوث الديسليبيديميا عن الناس اللي عندهم اقل من 55 سنة. دي كانت ريسك فاكتورز عامة بتتكلم على مين هم الناس اللي هم عرضة اكتر لحدوث الديسليبيديميا. في شوية ريكومنديشنز كده لازم نبقى عارفينها قبل ما نبدأ العلاج باي نوع من انواع الادويه اللي هي بتستخدم في المانجمنت اوف ديسليبيديميا. اول حاجه اللايف ستايل موديفيكيشن، وده اول حاجه بيدور عليها الطبيب في المانجمنت اوف ديسليبيديميا. واحنا هنا بنقول مانجمنت ما بنقولش تريتمنت، بنقول مانجمنت لان احنا هنا بنحاول نظبط نسبه الدهون دي في الجسم فبنعمل لها مانجمنت، احنا مش بنعالج. هو اساسا ما يتقالش عليه ديزيز، هو بيتقال عليه ابنورمال اماونتس اوف ليبيدز، لان الليبيدز كده كده موجوده في جسمنا، مفيش انسان ما عندوش ليبت في جسمه، فبالتالي علو النسبه دي عن الطبيعي يبقى ده اسمه ايه؟ ديسوردر. احنا بنحاول نعمل له مانجمنت، نرجعه تاني للطبيعي، يبقى هو اساسا ما ينفعش يتقال عليه كلمه ديزيز، فعشان كده بنقول عليه كلمه مانجمنت. فاللايف ستايل موديفيكيشن هو الفيرست مانجمنت اللي احنا بندور عليه في العلاج هنا. Lifestyle modification is cornerstone of initial intervention، يعني أول حاجة وهو حجر الزاوية اللي لازم يبقى موجود في أي management للديسليبيديميا. إيه هي lifestyle modifications دي؟ أول حاجة الـ heart healthy diet، إني لازم أحاول أضبط أكلي من ناحية الأكلات اللي هي فعلا ما تؤديش إلى تراكم دهون وما تؤديش إلى مشاكل في القلب أكتر من اللي هي أنا أصلا خايف منها، زي طبعا الاكل كله التيكاواي والدليفري والحاجات دي بتبقى مشبعه طبعا بالدهون بطريقه فظيعه، فبنحاول نقلل اكلنا من الحاجات دي خالص. كمان الاكل بتاعنا اللي في البيت برضو نحاول طبعا نبعد عن السمنه وعن الحاجات اللي هي بتحتوي على دهون على قد ما نقدر، فده معنى كلمه heart healthy diet. regular exercise، اكيد تظبيط اكل من غير رياضه يبقى انا ما عملتش حاجه، لازم الاثنين دول يبقوا موجودين مع بعض. regular exercise حاجة مهمة جدا، حتى لو شخص كبير ما يتكسفش وما يقولش انا ما ينفعش اجري او ما ينفعش اعمل رياضة، ده انت اكتر واحد محتاج تعمل رياضة عن الشخص الشاب اللي هو already عنده لسه الوظائف الحيوية في جسمه شغالة كويس. تالت حاجة maintain healthy weight، اني ما ينفعش ابقى مظبط اكلي وعامل رياضة بس في نفس الوقت لسه وزني زايد وانا مش بفكر في الحتة دي، كمان دي لازم اخد بالي منها كويس قوي، ولو انا عندي وزن زايد لازم اقلله
وممكن الوزن الزايد يتقلل بالاتنين اللي احنا قلناهم في الاول اللي هو الدايت والاكسرسايز. كمان سموكينج سيسيشن، يعني يا ريت لو حضرته يتفضل صاحب الحاجة اللي عنده ديسليبيديميا ده، يا ريت يبقى اول حاجة يفكر فيها قبل كل دول هو ان هو يتوقف عن التدخين تماما، ما يقولش انا اقلل نسبة السجاير او ان انا هشرب مش عارف سيجارتين في اليوم ولا الكلام ده. طبعا ما بينفعش، لانه بعد فترة بيرجع يشرب اكتر من الاول. لازم يبقى عنده ارادة قوية ان هو ينهي الموضوع ده تماما. انا عارف ان الموضوع صعب جدا، وليا فعلا اصدقاء بيعانوا من الموضوع ده وبيتمنوا ان هم يصحوا في يوم كده يقولوا خلاص احنا مش هنرجع للتدخين تاني. الموضوع فعلا صعب، محتاج ارادة قوية، بس لو انت فكرت في المشاكل اللي هتجيلك بسبب الموضوع ده، ان فعلا كل درس هتلاقيه بتذاكره في البورت هتلاقي السموكينج ليه دخلة فيه وليه سبب فيه من بعيد او من قريب. ففعلا بيبهدل الجسم تماما، واحنا الجسم ده امانة ربنا مدهلنا، ما ينفعش نتعامل معاها بالقسوة دي. يبقى ده كان اللايف ستايل موديفيكيشنز اللي هم الاربعة الاساسيين، الدايت، الاكسرسايز، الويت، والسموكينج سيسيشن. تاني ريكومنديشنز لازم افكر فيها وهو الانيشيت الستاتين ثيرابي. هنعرف بعد كده ان احنا عندنا 10 ريجيمنتس او 10 كلاسز من الدراجز اللي بينفع نستخدمها كمانجمنت للدسليبيديميا. اهمهم واشهرهم والاكثر استخداما هو الستاتنز، اللي هي عائلة الاتورفاست والاتورفاستاتين والسنفاستاتين والروزيوفاستاتين، هنعرفهم بالتفصيل بعد كده. فبعد ما بنعمل لايف ستايل موديفيكيشن وبنلاقي نسبة الليبتس لسه ما اتظبطتش، يبقى لازم نتدخل من الناحية الفارماكولوجية ونبدأ بأول حاجة الستاتين ثيرابي. فانيشيت statin therapy for secondary and primary prevention at moderate to high intensity doses and specific benefit groups. طبعا بنستخدمه بحاجة من اتنين، يا اما moderate intensity او high intensity doses، ومعلش دي نأجلها شوية لحد ما هنعرفها بالتفصيل بعد كده عشان بس ما نتلخبطش، يعني ايه moderate يعني ايه high intensity هنقولها ان شاء الله. Therapy no longer modified to target specific LDLC or non-HDLC goals. يعني احنا هنا مش بندور على ان احنا نوصل لتارجت معين لل LDLC او النون اتش دي ال سي جولز، احنا بنحاول بس نظبط الموضوع ده اللي يهمنا اكتر من ان احنا نوصل للتارجت. روتين انيشيشن اوف statin therapy not recommended for patients with class from 2 to 4 heart failure or those on maintenance hemodialysis. مش اي حد ينفع نديله statins. الستاتنز ثبتت علميا في السنوات الاخيره ان هي ما ينفعش تستخدم خالص للناس اللي عندها كلاسز من الهارت فيلير، سواء الكلاس الثاني او الثالث او الرابع، او الناس اللي هم شغالين على هيمو دياليسيس يعني الكيدني عندهم بايظه تماما. الستاتين ساعتها طبعا هيبقى صعب جدا ان احنا نستخدمه، بنحاول نلجا للكلاسز اللي احنا هنعرفها بعد شويه. Patients now placed into one of four major statin benefit groups. دلوقتي وبرضه من سنوات قليله جدا بدات العلماء واطباء القلب ان هم يضعوا حاجات كده زي مثلا يعني حاجات كده قواعد يمشوا عليها في تظبيط الديسليبيديميا، ولازم المريض بتاع الديسليبيديميا يبقى محطوط في واحد من اربع قواعد عشان اقدر اطبق عليه وابدا عليه العلاج بالستاتين. الاربع قواعد دول هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل، بس قبل ما نعرفهم لازم نفتح كده مخينا شوية ونبدأ نصحصح. الموضوع سهل بس يعني ايه محتاج بس شوية تركيز بسيطة جدا. يعني يبقى احنا عندنا حاجة اسمها 4 major statin benefit groups، اربع مجموعات لازم الشخص اللي يتعالج بالستاتين يبقى في واحد من الاربعة دول. لو ما تطبقش عليه اي شرط من او اي قاعدة او اي جروب من الاربعة دول يبقى خارج استخدام الستاتين ومش محتاجين ان احنا نستخدم الستاتين فيه. مين هما ال 4 major statin benefit groups؟ اول حاجة عندنا patients with atherosclerotic cardiovascular disease اللي هي اختصارها ASCVD، atherosclerotic cardiovascular disease. الناس اللي عندهم اي مشاكل في القلب، تمام، اي مشاكل مش في القلب وخلاص مش heart failure، لان احنا لسه قايلين من شوية ان الشخص اللي عنده من class 2 ل class 4 heart failure ما ينفعش يستخدم statin. انا مش بتكلم على heart failure، انا بتكلم عن الناس اللي عندهم مشاكل اثروسكلوراتيك. وركز في الكلمه دي، يعني ايه اثروسكلوراتيك؟ يعني بدات الليبت تدخل على البلاد فيزلز وتسدها. مين هم الاثروسكلوراتيك كارديوفاسكولار ديزيز؟ انكلودز الكاد اللي هو الكورونري ارتري ديزيزز،
اللي احنا بنجمعهم وعرفناهم في الكارديولوجي عباره عن الانجينا والمايوكارديال انفاركشن. والمايوكارديال انفاركشن بنوعينه الاثنين اللي هم النون اس تي اليفيشن والاس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن والانجينا. الثلاثه دول مع بعض اسمهم كورونري ارتري ديزيزز، يعني مشاكل بتصيب الكورونري ارتري اللي هو الشريان التاجي اللي بيمد القلب بالدم ويغذيه. دول اسمهم coronary artery diseases. والcoronary artery diseases ده حاجة من الحاجات اللي هي تحت مسمى الاثروسكلوروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. كمان الستروك، الناس اللي بيحصل لهم طبعا جلطات وحاجات زي كده بيبقى تحت مسمى الاثروسكلوروتيك كارديوفاسكولار ديزيز and peripheral arterial disease. الدرس ده كان موجود في البورد لحد عام 2014 على ما اتذكر، وشالوه من المنهج. كان في درس كامل بيتكلم عن peripheral arterial disease. خلاص مش مهم ان احنا نعرف يعني ايه peripheral arterial disease بالتفصيل، احنا نعرفه ان هي مشاكل بتصيب الشرايين الطرفيه اللي بتمد الاطراف السفليه والعلويه بالدم. فكده الثلاثه دول هم اللي بيتطرقوا جايين من مسمى اسمه atherosclerotic cardiovascular disease. فلو اي شخص عنده اي نوع من انواع الكاد اللي هو coronary artery disease، او عنده اي نوع من انواع الباد اللي هم peripheral arterial disease، او عنده stroke، اي حاجه من دول بيبقى لازم يتعالج بالستاتنز. تمام، يبقى ده اول جروب من الفور ميجور ستاتين بنفيت جروبس اللي لازم اول ما الاقي حاجه فيهم وانا مغمض لازم بعد اللايف ستايل موديفيكيشن ابدا بالستاتين ثيرابي. تاني حاجه بيشنتس ويز ان ال دي ال سي اوف 190 ملغ بير ديسيليتر او جريتر. احنا قلنا من شويه الاتش دي ال سي، ودلوقتي بنقول ال دي ال سي، وده طبعا الكوليسترول الضار اللي هو low density lipoprotein اللي هو بينقل الكوليسترول من الادبوز تيشوز الى البلد. فالناس اللي عندهم ال LDLC اكتر من 190 ملغ بير ديسيليتر بيحتاج ان هو لازم نتدخل بالستاتين عشان نعمل مانجمنت لل LDLC ونقلله. تالت جروب عندنا هو patients with diabetes of age from 40 to 75 years with an LDLC of 70 to 189 milligram deciliter and without atherosclerotic cardiovascular disease. الجروب الثالث عبارة عن شخص مريض بالسكر عمره من 40 لـ 75 سنة والال دي ال سي عنده أقل من 190. ما احنا قلنا لو من 190 فما فوق يبقى خلاص استاتن، لكن برضو ينفع استخدم الاستاتن لو ال دي ال سي ده أقل من 190 والشخص مريض بدايابيتس وعمره من 40 لـ 75 سنة. اتفهمت؟ نقول الحته دي تاني. احنا قلنا واتفقنا ان الشخص اللي عنده ال LDLC اكتر من 190 ملغ، يعني 190 او اكتر، يبقى ده شخص خلاص لازم يبدا statin therapy. طيب لو الشخص ده ال LDLC عنده اقل من 190 واكتر من 70، تمام، يعني هو في الرينج ده اللي هو من 70 ل 189 بس مريض diabetes، يبقى كده عنده ريسك فاكتور اعلى للديسليبيديميا، وكمان سنه من 40 لـ 75 سنه، يعني برضه عنده ريسك فاكتور تاني لحدوث الديسليبيديميا، فده برضه لازم نبدا بالستاتين ثيرابي معاه ولسه ما عندوش اي مشاكل في الاثروسكلروتيك ديزيز. طيب ده كان الجروب الثالث. الجروب الرابع اللي هو patients with an LDLC of 70 to 189 without diabetes or atherosclerotic cardiovascular disease but with an estimated 10 year atherosclerotic cardiovascular disease risk of 7.5% or greater. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا في الجروب الثالث ان هو شخص مريض سكر عمره من 40 ل 75 سنه والال دي ال سي عنده اقل من 190 واكتر من 70، يبقى ده لازم يتعالج بالستاتين ثيرابي حتى لو ما عندوش اي اثروسكلروتيك ديزيز. هنا بنقول ان هو برضه ممكن يكون شخص ال دي ال سي عنده اقل من 190 اكتر من 70 وما عندوش دايابيتس وما عندوش اي اثروسكلروتيك ديزيز. الله، طب امال كده انا اعالج ليه؟ ما احنا قلنا ان لازم لو هو اقل من 190 لازم يبقى عنده على الاقل دايابيتس وعمره من 40 ل 75 سنه. لا، هنا احنا بنقول حتى لو هو اقل من 190 وحتى لو ما عندوش دايابيتس وحتى لو ما عندوش اي اثروسكلروتيك ديزيز، بس عمل دراسه بتتعمل كده اسمها 10 يير او استيميتد 10 يير اثروسكلروتيك ريسك، ان احنا بنعرف او بنتوقع بدراسه معينه باكويشنز معينه اسمها كوهورت اكويشنز هنعرفها بعد شويه، الاطباء بيعرفوا بيها ان الشخص ده في خلال العشر سنين الجايين هيبقى عنده ريسك قد ايه من حدوث الديسليبيديميا. بيدرسوا كده دراسه كامله ليه، من ناحيه اكله وشربه، من ناحيه ممارسه الرياضه من عدمها، من ناحيه نسبه اصلا ال LDLC في جسمه قد ايه، شويه كده دراسات مع بعض بتبين لنا في الاخر لمده العشر سنين اللي قدام ليه نسبه الريسك لحدوث الاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز قد ايه. فلو هي طلعت
7.5% او اكتر بيبقى الشخص ده لازم يتعالج برضه بستاتين ثيرابي حتى لو ما عندوش دايابيتس، حتى لو ال LDL C بتاعته اقل من 190 ملي جرام بير ديسيليتر. دول كانوا الفور ميجور ستاتين بنفيت جروبس اللي ما ينفعش اخرج براهم لو انا عايز اتعالج بستاتين ثيرابي. نقولهم تاني على السريع: لو اي شخص مصاب باثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز بانواع اللي احنا قلناها الكاد والباد والستروك، او شخص ال LDL C بتاعته 190 ملي جرام بير ديسيليتر او اكتر، او شخص عنده ال LDL C اقل من 190 واكتر من 70 لكن مصاب بالديابيتس وسنه من 40 ل 75 سنه، حتى لو ما عندوش اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز لازم يتعالج بالستاتين، او شخص عنده ال LDL C اقل من 190 واكتر من 70 وما عندوش دايابيتس وما عندوش اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ولكن عملنا له الدراسه بتاعت الاستيميتد 10 يير ريسك بتاعت الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز وطلعت 7.5% واكتر، يبقى برضه لازم يتعالج بالستاتينز. ده الالجوريزم اللي موجود في الكتاب، وهو تحس ان شكله كده يخض لكن هو ان شاء الله بسيط. بيتكلم عن امتى استخدم الهاي انتنسيتي ستاتين وامتى استخدم المودريت انتنسيتي ستاتين، ودول قبل ما نقولهم كده عشان بما انهم اتكرروا كتير يعني عشان نبقى فاهمينهم بس على السريع لحد ما نلجأ لهم بعد شويه. كلمه هاي انتنسيتي ولو مودريت انتنسيتي ولو انتنسيتي ستاتين دي بتعتمد على جرعه الستاتين نفسها. يعني مثلا اتورفاست عندنا في جرعات منه من اول 80 ملي جرام لحد 20، تمام. السيم فاست فيه 20 وفي 10، فالجرعات دي اسمها لو مثلا الاتور فاست 80 ملي جرام يبقى ده اسمه هاي انتنسيتي ستاتين اللي هو اعلى دوز في الستاتين. ال 40 في الاتور اسمه مودريت انتنسيتي ستاتين، ال 20 اسمها لود انتنسيتي ستاتين، وهكذا في كل الانواع الثانيه بتاعه الستاتينز برضه بنقيسها بالطريقه دي تبع للجرعات. كل ما ترعى يعني الجرعه الاكبر هي اسمها الهاي انتنسيتي، والجرعه المتوسطه اسمها مودريت انتنسيتي، والجرعه الخفيفه خالص اسمها لو انتنسيتي. فهنا انا في الاربع جروبس اللي احنا قلناهم بنشوف مين فيهم امتى نستخدم هاي انتنسيتي ومين فيهم اللي بيحتاج ان احنا نستخدم المودريت انتنسيتي، والالجوريزم ده مهم جدا وبيجي منه كيس في الامتحان. نقرا كده بالراحه، بس نقرا كده ونحاول نركز وان شاء الله هنوصل للي احنا عايزينه. طيب نكمل، بنقول ان الالجوريزم ده بيتكلم على الهاي انتنسيتي والمودريت انتنسيتي وامتى استخدم كل واحد فيهم. زي ما هو مكتوب فوق بيقول ان الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ستاتين بنفيت جروبس لايف ستايل موديفيكيشن شود بي ذا فاونديشن اند شود بي انيشيتد ان اول بيشنتس وذ ستاتين ثيرابي سيرفينج از ان ادجانكت. اكيد زي ما احنا قلنا قبل كده اللايف ستايل موديفيكيشن هو الكورنر ستون اللي ما ينفعش استغنى عنه، حتى لو المانجمنت حصل بكفاءه كويسه من الستاتين برضه ما ينفعش استغنى عن اللايف ستايل موديفيكيشن. نبدا من على الشمال، بيقول ايه؟ شخص عمره أكتر من 21 سنة وهو دلوقتي مرشح إن هو ياخد ستاتين لأي سبب إن كان من الأسباب اللي إحنا هنعرفها دلوقتي، بس اللي نعرفه لحد دلوقتي إن هو سنه أكتر من 21 سنة وخلاص أوريدي لازم ياخد ستاتين. لو هو فعلا خلاص أوريدي هياخد ستاتين زي ما بيقول كلمة يس، يعني هو كده فعلا كانديديت للستاتين ثيرابي، يبقى هو هيبقى حاجة من الفور ميجور جروبس اللي إحنا قلنا عليهم، بنفيت جروبس اللي إحنا قلنا عليهم. اول حاجه لو هو شخص مصاب بالاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اللي احنا قلناهم الكاد او الباد او الستروك، عنده اي حاجه من دول او لا انا بساله يعني السؤال ده، او انا خلاص دلوقتي بعمل دايجنوستس ليه وبشوف هو عنده حاجه من دول ولا لا. لو هو يعني عنده حاجه من دول، طيب احنا عرفنا ان هو اكتر من 21 سنه، طب هو اقل من 75 سنه او سنه 75 سنه ولا اكتر من 75 سنه؟ طب ليه احنا بنسال السؤال ده؟ عشان هو السؤال ده اللي دلوقتي اللي هيحدد لنا هو هياخد هاي انتنسيتي ستاتين ولا مودريت. نقول الحته دي تاني، شخص عنده اكتر من 21 سنه ومرشح دلوقتي ان هو ياخد ستاتين، عنده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز عنده. طيب لو عنده انا هساله سؤال تاني، انت سنك 75 سنه او اقل ولا عندك اكتر من 75 سنه؟ لو هو سنه 75 سنة أو أقل ياخد هاي انتنسيتي ستاتين، يعني ياخد أعلى جرعة
من جرعات الستاتين ايا كان النوع اللي احنا هنبدا بيه، سواء اتورفاست او سينفاست او روزيفاست او بيتافاست او الحاجات اللي احنا هنقولهم بعد شويه. لكن لو سنه اكتر من 75 سنه او هو نوت كانديديت فور هاي انتنسيتي ستاتين لاي سبب إن كان ما ينفعش ياخد جرعه عاليه من الستاتين، يبقى لازم نبدا بالمودريت انتنسيتي ستاتين. خلاص كده خلصنا من اول جروب من البنفيت جروبس، اللي هو لو شخص عنده اي نوع من انواع الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. طب لو هو اصلا ما عندوش اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، بنحاول ندور على واحد من الثلاثه جروب التانيين. ان هو سالناه وقلنا له او عرفنا ان هو عنده LDL-C 190 ميلي جرام بير ديسيلتر او اكتر، عنده ولا ما عندوش؟ عنده النسبه دي ولا ما عندوش؟ لو عنده يبقى على طول من غير تفكير ومن غير ما اعرف عمره كام لازم يبقى هاي انتنسيتي ستاتين، لان احنا كده دخلنا في مرحله خطيره ان يبقى ال دي ال سي عنده اكتر من 190 ملي جرام بير ديسيلتر، يبقى خلاص من غير تفكير وبغض النظر هو عنده 75 سنه او اقل او اكتر لازم ابدا بالهاي انتنسيتي ستاتين. طب لو هو اصلا عنده نسبه ال دي ال سي اقل من 190 ملي جرام بير ديسيلتر، يبقى ابدا ادخل على الجروب الثالث. هو عنده تايب 1 ولا تايب 2 دايابيتس وعمره من 40 ل 75 سنه ولا لا؟ مش ده كان الجروب الثالث؟ ان هو عنده تايب 1 او تايب 2 دايابيتس وسنه من 40 ل 75 سنه. لو هو عنده كده فعلا وهو عنده السن ده فعلا، لو دايابيتس بس، يعني لو هو لقينا ان هو ال دي ال سي بتاعته اقل من 190 زي ما اتفقنا من 70 ل 189 مثلا، وعنده دايابيتس ايا كان النوع بتاعه تايب 1 ولا تايب 2 وسنه من 40 ل 75 سنه، يبقى ايه؟ نستخدم المودريت انتنسيتي ستاتين. لكن لو لقينا مع الدايابيتس ومع السن ده لقينا كمان ان احنا عملنا له الدراسه اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز وطلعت 7.5% واكتر، يبقى استخدم الهاي انتنسيتي ستاتين، لان كده بقى عندي ريسك فاكتور قوي تاني بجانب الدايابيتس، يبقى المودريت انتنسيتي ستاتين مش هتنفع. خلاص نقول الحته دي تاني. انا دلوقتي لقيت ان هو ال LDL-C بتاعته اقل من 190 واكتر من 70 وعنده دايابيتس وسنه من 40 ل 75 سنه، عنده كل دول؟ يبقى كده مودريت انتنسيتي ستاتين. لكن لو بجانب دول كمان لقيت ان الاستيميتد 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك 7.5% او اكتر، يبقى لازم استخدم الهاي انتنسيتي ستاتين. نكمل الالجوريزم. طب لقيناه ان هو لا هو عنده اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ولا عنده ال دي ال سي 190 ملي جرام واكتر ولا عنده دايابيتس، يبقى ادخل على المجموعه الرابعه والاخيره في البنفيت جروبس وهو الاستيميت 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ريسك يوزنج بولد كوهورت ايكويشن اللي احنا قلناها من شويه. لو طلع فعلا ان هو عنده بعد ما عملنا الاستيميتد ريسك دي وطلعت ان هي 7.5% او اكتر وسنه من 40 ل 75 سنه، يبقى انا متاح عندي استخدم مودريت او هاي براحتي. خلاص يبقى ده الحاجه الوحيده اللي فيها الاختيار اللي قلناهم قبل كده، لا اما مودريت على طول لا اما هاي انتنسيتي على طول من غير اختيار. هنا بقى لما بلاقي ان هو عنده بس استيميتد 10 يير ريسك 7.5% او اكتر، لكن ما عندوش دايابيتس ولا عنده اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ولا عنده ال دي ال سي 190 ملي جرام بير ديسيليتر او اكتر، كده يبقى متاح ليا ان انا استخدم المودريت او الهاي. طب لو هو ما عندوش بقى، يعني لا لقينا عنده الجروب الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يبقى زي ما احنا شايفين في المربع السفلي اللي من تحت ده statin benefit in atherosclerotic cardiovascular disease prevention in other patient group is less clear and risks benefits drug drug interactions adverse effects and patient preferences should be considered before initiating statin therapy. زي ما احنا قلنا ده شرح اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا قلنا الفور ميجور بنفيت جروبس دول هم اللي لازم، يعني لو الشخص جواهم في اي واحد من دول يبقى لازم استخدم ستاتين، لكن لو هو براهم يعني ما فيش اي شرط من دول ينطبق عليه، يبقى استخدام الستاتين في هذه الحاله لحد دلوقتي في الدراسات غير واضح ان هو مهم يعني. تمام. وكمان زي ما هنعرف بعد شويه الادفرس افكتس والدراج دراج انتراكشنز بتاعه الستاتين بتخلينا نقلق شويه من ان احنا نستخدم الستاتين لو هو بره الاربعه جروبس دي. تمام. وزي ما هو كاتب في المربع اللي على الشمال بيقول المودريت انتنسيتي ستاتين از اكسبتابل اف بيشنت نوت ا كانديديت فور هاي انتنسيتي ستاتين ثيرابي. في بعض الناس بيبقى الهاي انتنسيتي بالنسبه لهم ما ينفعش، زي ما هنعرف في الادفرس افكتس بعد شويه، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. تمام. والناس اللي عندهم مشاكل في القلب، زي ما قلنا مشاكل في القلب بتختلف، لو هارت فيلير ما ينفعش نستخدم اصلا،
لكن لو عنده مشاكل في القلب بسيطة في بدايتها اللي هو مثلا class 1 heart failure، احنا قلنا ان الكونتراديكيشن اللي هو من class 2 لكلاس 4، لكن لو class 1 heart failure ينفع استخدم مع الستاتين، بس استخدم مع الجرعة الاقل اللي هي moderate intensity statin، وساعتها يبقى اسمه not a candidate for high intensity statin. ففي بعض الناس بيبقوا غير مرشحين وما ينفعش نديهم high intensity، فساعتها المودريت هو اللي بيبقى الافضل. وليه كاتبها لك في الحتة دي؟ عشان احنا قلنا ان لو الشخص عنده estimated 10 year risk من الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز 7.5% او اكتر، وعمره من 40 ل 75 سنة، يبقى انا متاح ليه استخدم المودريت او الهاي. وعشان كده هو قال لك المودريت بلجأ لها لما يبقى الهاي مش نافع. تمام. في سطرين مكتوبين تحت بيقول فيهم لو الشخص ده عنده من 40 ل 75 سنة وما عندوش اي اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، ما عندوش دايابيتس من اي نوع من النوعين بتوعه، ما عندوش عنده الال دي ال سي بتاعته من 70 ل 189، وهو دلوقتي مش بيستخدم الاستاتين، وعملنا له 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك، لازم نعملها له كل 4 ل 6 سنين. دي حته كده ملحوظه مهمه لازم نعرفها، لان هو بالثلاث حاجات اللي احنا قلناهم فوق ده يعتبر غير منطبق على اي شرط من الشروط الاربعه، لان هو ما عندوش دايابيتس، عنده الال دي ال سي ماشي عنده من 70 ل 189، لكن ما عندوش دايابيتس وفي نفس الوقت ما عندوش اي اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، وعملنا له الاستيميتد كارديوفاسكولار ديزيز السنه دي في نفس الوقت اللي احنا لقينا فيه 70 ل 189 ده وما طلعش 7.5% وسنه من 40 ل 75 سنه، يبقى كده هو لا ينطبق عليه اي شرط من الشروط الاربعه. اسيبه كده واقول خلاص كده انت زي الفل؟ لا، لان طبعا الواحد كل ما يتقدم به العمر بيبقى عرضه برضو اكتر، زي ما احنا قلنا ان الايدج نفسه يعتبر ريسك فاكتور للدسلبيديميا، فلازم اعمل له الدراسه دي اللي هي الاستيميتد 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، اعملها له كل 4 ل 6 سنين عشان اتاكد ان هو ماشي صح ومفيش اي زياده في ال دي ال سي بتاعته، ولم يصاب باي نوع من انواع الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، ولم يصاب بالدايابيتس. ده كان الفور ميجور ستاتين بنفيت جروبس اللي احنا قلناهم. زي ما انتم شفتوا كده الموضوع عبيط جدا، بس هو كان محتاج شويه تركيز وشويه تبسيط للمعلومه عشان توصل لنا بسهوله. دلوقتي هنتكلم على الريسك اسسمنت فور برايمري بريفنشن. زي ما احنا قلنا ان في ايكويشنز بنستخدمها في الدراسه بتاعه الاستيميت 10 يير اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اسمها البولد كوهورت ايكويشن، ولو احنا واخدين في ال جزء النون ثيرابيوتيك اكيد احنا عارفين يعني ايه كلمه كوهورت ايكويشن. بنقول ان احنا بنعمل اسست ويز ايدنتيفاينج هاير ريسك بيشنتس فور ستاتين ثيرابي، ان احنا طبعا بنبدا نتعرف مين الناس اللي عندهم ريسك اكتر لحدوث الاستاتين. يعني هي دي وظائف استخدام الكوهورت ايكويشن، بنعرف بيها مين الناس اللي هم عندهم هاير ريسك لاستخدام الستاتين ثيرابي. May be used in patients with type 1 and type 2 diabetes and primary prevention to guide the intensity of statin therapy. يعني ممكن بنستخدمه كمان مع الناس اللي هم عندهم type 1 أو type 2 diabetes عشان نعرف احنا هنستخدم انهي نوع من انواع الستاتين. التركيزات بتاعته يعني. Shouldn't be used for patients with clinical atherosclerotic cardiovascular disease or LDL-C greater than 190 already on statin therapy. يعني شخص دلوقتي عنده atherosclerotic cardiovascular disease أو عنده LDL-C أكتر من 190، زي ما احنا عرفنا من النوعين دول أو الشرطين دول شرطين من الفور ميجور جروبس اللي احنا لازم نستخدم معهم statin. فلو لقينا ان دول موجودين وهو already دلوقتي شغال على statin، يبقى خلاص مفيش لازمة ان انا استخدم البورت كوهورت equation وان انا استخدم الاستيميتد 10 year atherosclerotic cardiovascular disease لأنه already شغال على statin. طب ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تأثر على حساب الكالكوليشن بتاعت الايكويشن دي؟ السكس ممكن يأثر اكيد، الايج والريس والتوتال كوليسترول والاتش دي ال سي والتريتمنت اوف هاي بلاد بريشر لو انا بستخدم انتي هايبرتنسيف والدايابيتس والسموكرز. تمام، دي حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الكالكوليشنز بتاعت الايكويشن بتاعت الكوهورت. نيجي للجدول المهم اللي هو مليان ارقام، بس لازم اقول لكم ان هو لازم يتحفظ. لازم يتحفظ بارقامه، لان هو لما هيجيب لك كيس في الامتحان هيقول لك، هيجيب لك حاجه من الفور ميجور جروبس الموجوده، وليكن مثلا ان هو شخص عنده من 40 ل 75 سنه وعنده دايابيتس وعنده ال دي ال سي بتاعته من 70 ل 189، يبقى هو دلوقتي تبع انهي جروب؟ تبع الجروب الثالث. تمام، وزي ما احنا عرفنا في الالجوريزم ان هو لو عنده دايابيتس بس من غير استيميتد ريسك الدراسه اللي احنا هنعملها
او عملناها ولقيناها ان هي اقل من 7.5%، وبقى كده لازم يستخدم المودريت انتنسيتي. فهو مش هيجيب لك في الاختيارات بعد ما يجيب لك الكيس بالطريقه دي، يجيب لك مثلا انت هتختار مودريت انتنسيتي ستاتين ولا هاي انتنسيتي ستاتين، ما هو مش بالسذاجه دي، هو هيجيب لك جرعات زي ما انت شايف كده ونوع معين من الانواع اللي انتوا شايفينها، ويقول لك نقي بقى تبعا لان انت عارف ان مثلا دايابيتس بس يبقى مودريت انتنسيتي ستاتين. هتعرف ازاي غير لما تحفظ الجدول ده؟ لان مثلا الاتورفاست الهاي انتنسيتي بتاعته من 40 ل 80، لو الجرعه بتاعته من 40 ل 80 يبقى ده اسمه هاي انتنسيتي اتورفاست، لو مودريت يبقى من 10 ل 20. تمام؟ فانت لو مش عارف كده، لو هو جابها لك في الامتحان مثلا اختيار اتورفاست 80 واتورفاست اختيار تاني 10، ومثلا اتورفاست مثلا حاجه تاني سيم فاست كذا او مش عارف ايه كذا، فانت مش هتعرف الا لو انت حافظ كل واحد من دول موقعه فين في الجدول، مين فيهم الهاي انتنسيتي ومين المودريت ومين اللو. فالجدول ده مهم جدا لو عايز تحل الكيس من النوع ده. الموضوع ان شاء الله برضو بسيط. احنا عندنا في الهاي انتنسيتي مريح نفسه مفيش غير نوعين بس من كل انواع الستاتنس اللي احنا نقدر نقول عليهم هاي انتنسيتي ستاتين، وكمان بجرعات معينه منهم، اللي هم الاتورفاست والروزيوفاست. ومش اي اتورفاست ومش اي روزيوفاست، الاتورفاست اللي هو من 40 ل 80 والروزيوفاست من 20 ل 40، دول اللي اتقال عليهم هاي انتنسيتي ستاتين. اللو ده سيبك منه، انا بقول لك سيبك منه وما تبصش فيه اصلا. يبقى احنا كده دلوقتي هتبقى مشكلتنا على الهاي والمودريت، لان هم دول اللي بيجوا في الامتحان وهم دول اللي مركز عليهم في دراسه الديسلبيديميا. يبقى الانتنسيتي ده اقراه كده او مش عايز تقراه براحتك، احنا اللي يهمنا هاي والمودريت. زي ما احنا قلنا الهاي مريح نفسه، روزيو 40 ل 80، روزيو 20 ل 40 واتور 40 ل 80. المودريت انتنسيتي عندنا الاتور من 10 ل 20، هتلاقيه ان هو بقى ربع الكميه، التركيز بتاعه في الهاي انتنسيتي كان من 40 ل 80 بقى من 10 ل 20، يبقى كده قل الربع. تمام؟ الروزيو فاست 20 ل 40، هنلاحظ برضو ان هو بقى في المودريت 5 ل 10، يعني قل برضو الى الربع. خلاص يبقى كده احنا هنعرف نحفظها من غير ما نحفظ ارقام، يعني ال 40 ل 80 ربعهم كام؟ 10 20، ال 20 ل 40 هيبقى ربعهم كام؟ 5 10، يبقى كده دول خلصنا منهم. السيم فاست هنلاحظ ان هو موجود بس في المودريت ومش موجود في الهاي انتنسيتي، فده مريح نفسه برضه. لما هنلاقي سيم فاست في الاختيارات يبقى خلاص هو ده، لو انا هختار مودريت يبقى اختاره هو، ولو هختار هاي يبقى استبعده. تمام؟ السيم فاست هنا جرعته من 20 ل 40 عشان اقدر اقول عليها مودريت. البرا فاست من 40 ل 80، اللو فاست 40، والفلو فاست الاكستندد ريليز منه الجرعه الاكستندد 80، ولو جرعه عاديه يبقى 40 ملغ مرتين في اليوم. والبيتا فاست ده اللي هو المختلف عنهم تماما 2 ل 4 ملغ. ركز كده في الجدول هتلاقيه ان شاء الله سهل ومفيهوش اي مشاكل، وزي ما قلت لك تحاول تفصله زي ما انا قلت لك كده، هتلاقي ان شاء الله الموضوع سهل وبسيط. برضو الجدول ده مهم، وساعات بتيجي منه كيس واضحه في الامتحان مباشره ما فيهاش اي حاجه. هنا بيقول ايه؟ common secondary causes of elevated LDL-C and triglyceride، يعني هي ايه هي الاسباب اللي ممكن تعلي لي نسبه ال LDL-C وتعلي لي نسبه triglyceride. عندنا الاسباب دول بينقسموا الى 3 categories: medications و dietary influences و disease state and medical conditions. يعني ممكن اللي يسبب العلو في ال LDL-C او triglyceride ممكن يبقى دواء، ممكن يبقى اكل معين، حاجات معينه من الاكلات اللي احنا بناكلها، او مرض معين. تمام؟ في حاجات كمان من الثلاثة كاتيجوريز دي بتزود ال LDL-C، وفي حاجات بتزود التريجلسرايد، وفي حاجات بتزودهم هما الاثنين مشتركة بينهم يعني. فمثلا نبدأ في الميديكيشنز، هنلاقي إن في الحاجات اللي بتزود ال LDL-C الجلوكوكورتيكويدز، الأميودرون، والدايوريتكس، والسايكلوسبورين، الأربعة دول حاجات بتزود ال LDL-C. الميديكيشنز اللي بتزود التريجلسرايد الهرمون ثيرابي، الجلوكوكورتيكويدز أهو مشترك هنا وهنا، البايل اسيد سيكويسترانس اللي هو نوع اصلا من انواع اللي بتعالج الديسليبيديميا، هو بيعالج الديسليبيديميا بس في نفس الوقت ممكن يزود الترايجلسرايد زي ما هنعرف بعد شويه لما نيجي نعرف عنه المعلومات بتاعته بالتفصيل. البروتيز انهبيتورز ده نوع من انواع اللي بتعالج الاتش اي في الايدز. الريتينويك اسيد، الانابوليك ستيرويدز اللي هي طبعا زي التستوستيرون والحاجات اللي هي هرمونات الذكوره والحاجات دي اللي هي انابوليك. التاموكسيفين بتاع الكانسر، سيرولمس، تمام، الاتيبيكال انتي سايكوتكس، الرالوكسيفين، والبيتا بلوكرز والثايازايدز، الحاجات دي كلها ممكن تزود التريجلسرايد. لو اللي بيزود هو نوع من انواع الاكلات، فهنلاقي الحاجات اللي بتزود ال LDL-C هو الساتوريتد اور ترانس فاتس،
تمام، الدهون المشبعة، الويت جين ان شخص يزيد وزنه، او الانوركسيا ان برضه فقدان الشهية اللي هو عكس الحاجات اللي احنا قلناها دي، ممكن هو كمان بيزود ال LDL-C بطريقة compensatory mechanism للجسم، ان هو بيبدأ يحس الجسم ان هو عنده مجاعة فبيبدأ يحافظ على اي دهون موجودة جواه وما بيفقدهاش، فبالتالي نسبة ال LDL-C بتبدأ تزيد. الحاجات اللي بتزود الترايجليسرايد ممكن تبقى ال very low fat diets، تمام، لما تبقى عكس بقى ال LDL-C، يعني هنا وبيقول saturated fats بتزود، هنا بقى لما تبقى نسبة اصلا الفات في الاكل قليلة قوي بتزود الترايجليسرايد. الهاي كربوهيدرات انتيك ان انا اكل كربوهيدرات كتير، الاكسس الكحول، الناس اللي بتشرب كحوليات، والويت جين، برضه هتلاحظ ان الويت جين مشترك هنا وهنا. اما الحالات المرضيه اللي ممكن تزود ال LDL-C، نيفروتيك سندروم، اي مشاكل في الكلى، البيليري اوبستراكشن لو حصل انسداد في القناه المراريه، الهايبوثايرويدزم اللي هو النقص في الغده الدرقيه، الاوبيستي اللي هو السمنه نفسها، والبريجنانسي، تمام. الحاجات اللي بتزود الترايجليسرايد، بورلي كنترول دايابيتس، ان شخص عنده الدايابيتس مش عارف يعمل لها مانجمنت ومش بياخد العلاج زي ما هو مطلوب منه، الهايبوثايرويدزم، يبقى دي هاي مشتركه هنا وهنا، الاوبيستي مشتركه هنا وهنا، البريجننسي مشتركه هنا وهنا، النيفروتيك سندروم مشتركه هنا وهنا، الكرونيك رينال فيلير، واللايبوداستروفيز. الجدول برضه هتحس ان هو رخم، بس اقعد اقراه كده بتمعن واعرف سبب كل حاجه فيهم، هتلاقي ان الموضوع والحاجات المشتركه برضه هتسهل الموضوع شويه في الفرق بين الاثنين. هو دايما اللي بيجي في الامتحان برضو عشان ابقى امين معاك هو النوع الثالث، وهو الديزيز ستيتس، ده هو الاشهر في الثلاثه كاتيجوريز اللي هي بتيجي في الامتحان. ممكن يقول لك من مثلا الاسباب اللي بتزود الترايجليسرايد كذا وكذا وكذا وكذا، فانت هتلاقي فيهم اختيار من الاختيارات الموجوده. دي دراسه كده عبيطه يعني ما لهاش اي 30 لازمه، بيقول فيها effects of lipid lowering medication on triglycerides، يعني ايه هي انواع الميديكيشنز اللي احنا بنستخدمها في بتاثر ازاي في نسبه الترايجلسرايد. الاستاتنس بتقلله بنسبه 10-30%، الفايبريتس بتقلل الترايجلسرايد بنسبه 30-50%، وهو ده فعلا اقوى ريجيمن من الكلاسز بتاعه الديسلبيديميا اللي هي بتستخدم فعلا في علاج الترايجلسرايد، بتقلله بنسبه 30-50%، الاميديت ريليز نايسين 20-50%، والاكستندد ريليز نايسين 10-30%، وده ثاني نوع بنستخدمه في المانجمنت اوف ترايجلسرايد. عندك الايزيتيميب ده بيستخدم كادجنكتيف ثيرابي، بيقلل الترايجلسرايد بنسبه 5-10%، والاوميجا 3 فاتي اسيدز برضه بيستخدم كادجنكتيف ثيرابي من 20-50%. يعني قراءه، موضوع قراءه مش اكتر يعني. طيب نرجع بنيجي بقى للموضوع الاهم في كل الدرس اللي احنا بنتكلم فيه ده، وهو المانجمنت، اللي هي ايه هي الانواع الفارماكوثيرابي اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل مانجمنت للدسليبيديميا. عندنا 10 كاتيجوريز، هنتكلم عن كل واحد كلمتين مختصرين كده بيجيبوا الخلاصه بتاعه الريجيمن ده. عندنا اول حاجه الاهم والاشهر والاقوى والافضل وكل حاجه في الدنيا، هو ال HMG CoA ريدكتيز انهبيتورز، اللي هو احنا بنقول عليها الستاتنز. كلمه HMG CoA ريدكتيز انهبيتور ده اللي هو الميكانيزم بتاعه هنعرفه بعد شويه. البايل اسيد سيكويسترون ده ثاني نوع، ثالث حاجه نايسين، رابع حاجه الفايبريتس، خامس حاجه الايزيتيميب، وسادس حاجه الاوميجا 3 بانواعها، وسابع حاجه الايكوزابنت ايثايل، والثامن حاجه نوميتابايد، والميبوميرسان تاسع حاجه. الاثنين دول لسه كانوا نازلين في سنه 2014، واجدد واحدث واحد فيهم حاجه اسمها بي سي اس كي 9 انهبيتورز، لسه ابديت السنه دي في الكتاب بتاع 2015 اللي هو نزل بتاع السنه اللي فاتت قصدي، واللي هو برده اوريدي نازل السنه دي، لسه ابديت السنه اللي فاتت على طول البي سي اس كي 9 انهبيتورز، ولسه حتى ما نزلش مصر الادويه بتاعته. هوريك دلوقتي التريد نيم او الجينيريك نيم بتاعه اللي موجود بره اسمه ايه. اول واحد فيهم زي ما احنا قلنا الاهم والاشهر هو الاستاتنس، ودي زي ما انتم شايفين بعض التريد نيمز لانواع الاستاتنس الموجوده. عندنا طبعا فايزر، ليبيتور اشهر واحد فيهم، عندنا الاسكول اللي هو الفلوفاست، وعندنا اللوفاستاتين، وعندنا البرافاكول اللي هو البرافاست، وعندنا ليفالو، عندنا الكريستور برضو مهم جدا ومن اهم الادويه الموجوده في مصر في علاج الدسلبيديميا، الكريستور اللي هو الريزوفاست، وعندنا ذكور برضو مشهور وموجود في مصر اللي هو السينفاست. الستاتنس ده عباره عن ايه؟
اسمه HMG-CoA Reductase Inhibitor. يعني ايه اختصار ده؟ اختصارها 3 هيدروكسي 3 ميثايل جلوتاريل كوينزايم A Reductase Inhibitor. طب هو ايه الانزيم ده واحنا بنمنعه ليه؟ الانزيم ده زي ما احنا كاتبين تحت خالص ميكانيزم اوف اكشن، ان هو بمنع الانزيم ده، الانزيم ده مسؤول responsible for converting HMG-CoA to methylonate اللي هي تعتبر rate limiting step and production of cholesterol. في سايكل كده معينة لتكوين الكوليسترول في الجسم، فهنلاقي ان في مادة في النص كده اسمها HMG-CoA اللي احنا قلناها اسمها 3 هيدروكسي ميثايل جلوتاريل كوينزايم A، دي المفروض بتتحول لمادة بعدها اسمها ميفالونيت اللي هي بتتحول الى الكوليسترول بعد كده، عشان كده اسمها rate limiting step، يعني الخطوة اللي هي المحددة، الخطوة اللي هي المهمة في كل السايكل بتاع تكوين الكوليسترول. ففي انزيم اسمه HMG-CoA ريدكتيز اللي هو بيحول لي HMG-CoA للميفالونيت عشان يكمل لي السايكل. لما انا اجي امنع الانزيم ده فكده انا بقفل وبقطع السايكل دي ان هي تكمل، فبالتالي الكوليسترول مش هيتكون. وهو ده شغل الستاتنز. الافكتس بتاعته بيقول طبعا هو drugs of choice and for high LDL-C or CHD risk. لو شخص عنده اي امراض في القلب او عنده ال LDL-C عالي بيبقى اول حاجه نفكر فيها الستاتنز. وبرضه ما تتلخبطش وتقول احنا لسه قايلين ان الستاتين كونترا انديكيشن في حاله الهارت فيلير، كونترا انديكيشن في حاله الهارت فيلير بس، مش في امراض القلب الثانيه. ما احنا قلنا الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اللي هي الكاد والباد والستروك، دي حاجه انا لازم استخدم معاها الستاتين، فلازم نفرق من دي ودي. فهو دراج اوف تشويس للكارديوفاسكولار ديزيز وال LDL-C. تمام كمان هو ريديوس ال LDL-C من 24 ل 60%، ريديوس تريجلسرايد من 70 ل 40%، وكمان بيعلي ال HDL-C اللي احنا عايزينه يعلى بنسبه 5 ل 15%، ريديوس ميجور كورونري ايفنتس عشان كده بيستخدم في ال CHD في امراض القلب، ريديوس الستروك وريديوس التوتال مورتاليتي. تمام. معلش بس الباوربوينت مهنج شوية. بعد كده عندنا الادفرس افكتس بتاعته، حاجتين مهمين جدا ومميزين جدا للستاتنز. حاجه اسمها المايوباثي ان هي بيبدا يعمل وجع شديد في العضلات بتاعه الشخص اللي بيستخدم الستاتنز لفتره مش قليله، عشان كده من المونيتورنج بتاعته ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها الكرياتين كاينيز ات بيز لاين اند ذن اونلي اف ماسل سيمبتومز اوكر نو ريجولار مونيتورنج. يعني الموضوع مش محتاج ان انا اعمل مونيتورنج كل شويه، بس اعمله بس بتست اسمه كرياتين كاينيز لما بس بتبدا اعراض المصل اللي هو وجع العضلات يبان. الكرياتين كاينيز ده حاجه موجوده في العضلات وبتحول ال ATP الى ال ADP والحاجات دي، يعني بتستهلك الطاقه اللي هي اللازمه، يعني بتطلع طاقه لازمه لاستخدام في العضلات وفي شغل المخ وفي الليفر وفي الكلام ده. اي حاجه في الجسم محتاجه ATP energy عشان تشتغل بنستخدم معاها الكرياتين كاينيز اللي هي الحاجه بتحول ال ATP لل ADP وبتطلع لنا الطاقة اللازمة لاستخدامها في الأماكن دي وخاصة المصل. تمام. فبالتالي لما هيحصل مايوباثي بنلاقي نسبة الكرياتين كاينيز دي عالية. تاني adverse effect مهم هو ال elevated liver enzymes. دايما الناس اللي بتستخدم statin لما بنيجي نعمل لها liver function tests بنلاقي ان نسبة ال liver enzymes عالية، ودي حاجة يمكن طبيعية للشخص المستخدم الستاتين، لكن برضو لما هتزيد عن الحد بنبدأ نقلق منها. فبيقول ان الليفر فانكشن تيست لازم نعمله at baseline قبل ما نبدأ العلاج اصلا لكل الناس اللي بتستخدم الستاتينز او اللي ناوية تستخدم الستاتينز. كمان perform repeat liver function test only when clinically indicated، بنبدأ نعمله لما نبدأ نحس ان في قلق ممكن يعني ايه يبقى موجود من استخدام الستاتينز. monitor for symptoms of hepatic injury.
كمان لازم يبقى فيه مراقبة كل شوية للليفر انزيمز لو الشخص عنده اي مشاكل في الكبد. الملحوظة دي مهمة جدا، هتساعدنا عامة في فهمنا حاجات كتير بتخص الستاتنز. بيقول ان لاحظ اقوى ثلاث ادوية في العيلة دي هم الروزيوفاست، بعديه الاتورفاست، بعديه السانفاست، ونقدر نجمعهم في كلمة راس. راس اللي هي رأس يعني، تمام؟ ونفتكرها بان بما ان الرأس هي اعلى شيء في الجسم فدول هم كمان اعلى ثلاثة في العيلة دول. خلاص يبقى لازم ما يغيبش عن ذهننا كلمة راس دي، اللي هي روزيوفاست، اتورفاست، سانفاست، حتى برضو بنفس ترتيب القوة يعني. فزي ما الراس هي اعلى حاجة في الجسم برضو نفتكر ان الثلاثة دول هم اعلى ثلاثة في الستاتنز. الكونتراندكيشنز بتاعت الستاتن زي ما احنا قلنا ان من اسبابه ان هو ممكن يعمل elevated liver enzymes لو زادت عن حدها ممكن تضر الكبد. فبالتالي اي شخص عنده active liver disease اللي هو عنده already نسبة الليفر انزيمز عالية فممكن يعمل ماسكينج للليفر انزيمز اللي ممكن تعلى عن طريق الستاتنز وتبدأ تزيد وانا مش حاسس بيها وفاكرها بسبب الستاتنز وهي بسبب اكتف ليفر ديزيز موجود او العكس. فبالتالي من المفضل الشخص اللي عنده اكتف ليفر ديزيز ما نستخدمش معاه الستاتنز. Unexplained persistent elevations in hepatic transaminases، لان ساعتها هيبقى علو الستاتنز، علو الليفر انزيمز ممكن يبقى مش واضح قدامنا بسبب ان الستاتنز بتزود الليفر انزيمز وكمان الليفر ديزيز الاكتف بيزود الليفر انزيمز. البريجنانسي ما ينفعش نستخدم معاه الستاتنز لان هي تعتبر كاتيجوري دي في البريجنانسي. النيرسينج ماذرز نفس الكلام، الناس اللي بترضع، البنات الستات يعني اللي بترضع. سيرتن ميديكيشنز برضو اكيد بعض الادويه ما ينفعش نستخدم معاه الستاتنز زي اللي هنعرفهم دلوقتي. دراج انتراكشنز، الستاتنز ليه جدول كبير اسمه دراج دراج انتراكشنز هنعرفه بعد شويه، بيبين لنا كل الدراجز اللي ممكن تعمل انتراكشنز مع الستاتين. وطبعا الادويه دي هتبقى من الافضل ان هي كونترا اندكيتد ما نستخدمهاش مع الستاتنز. دراج انتراكشنز عندنا الفايبريتس والنياسين اللي هما الاثنين التانيين اللي احنا بنستخدمهم كانتي هايبر ليبيداميك ما ينفعش يستخدموا مع الستاتنز او من المفضل ما يستخدموش مع الستاتنز، خاصه الفايبريتس. الفايبريتس بيزود الريسك اوف مايوباثي اند رابدومايوليسيس. رابدومايوليسيس ده عباره عن تحلل للعضلات، تمام؟ مرض مناعي بيحدث اسمه رابدومايوليسيس، بيبوظ العضلات تماما وبيعمل الم فظيع برضو في العضلات. فالفايبريتس معروفه ان هي اصلا ممكن تعمل لنا المايوباثي رابدومايوليسيس، وكمان الستاتين بتعمل مايوباثي رابدومايوليسيس. فاكيد وين كو ادمنسترد وذ ستاتنز هيبقى الريسك از كريتر، تمام؟ اكيد طبعا ساعتها هيبقى مشكله اخطر لو استخدمه كمان كو ادمنسترد مع الستاتين. الريسك بتبقى اقوى لو انا بستخدم الجيمفيبروزيل عن انا لما استخدم الفينوفيبريت. دول هم النوعين بتوع الفايبريتس، جيمفيبروزيل، جيمفيبروزيل اند فينوفيبريت. الاثنين دول هم نوعين الفايبريتس. فبيقول ان الريسك بتبقى اقوى لما انا استخدم الجيمفيبروزيل مع الستاتين عن اني لما استخدم الفينوفيبريت. لكن برضو ايا كان من المفضل ان انا ما استخدمش الفايبريتس مع الستاتين في نفس الريجيمن. النياسين الدوزز بتاعته اللي اكتر من 1 جرام بير داي increase risk of myopathy and rhabdomyolysis برضو when used concomitantly with statins. risk is lower than with fibrates. هو بتعمل برضو myopathy، بتعمل rhabdomyolysis خاصة لما تبقى جرعة النياسين اكتر من 1 جرام بير داي، لكن بتبقى الريسك اقل بكتير من النياسين مع الستاتنز. عشان كده بعض الاطباء بيلجأوا لاستخدام الستاتنز والنياسين لما بيلاقوا ان الستاتنز لوحدها مش قادرة على تخفيض ال LDLC او لما تبقى في زياده في ترايجلسرايد، فتساعدها بنستخدم النايسين معاها. يعني الكومباينيشن ده لسه موجود لحد دلوقتي وبيستخدم عادي، لكن برضه من المفضل لو انا اقدر امشي المريض من غير ما استخدم ستاتنس ونايسين مع بعض من الافضل ان انا امشيه بكده، لان استخدامهم برضه مع بعض هيعمل مايوباثي ورابدومايوليسيس. هو اي نعم مش بنفس الخطوره بتاعت الفايبريتس مع الستاتنس، لكن برضه من المفضل ان انا ابعد عنه. Statins and niacin are commonly used together monitor for muscle pain. يعني لو انا اضطريت ان انا استخدمهم مع بعض هم فعلا commonly used دلوقتي، لكن لازم اعمل بقى monitor للمسل بين كل شوية واستخدم الكرياتين كاينيز تيست. دلوقتي بقى دي جداول فيها كلام كتير قوي وانواع كتير قوي بتعمل drug interactions مع الستاتين. عشان اجيب لك الخلاصة انا علمت لك بس على الحاجات اللي هي مهمة اللي هي فعلا ها ها يعني هتشوفها في المنهج اصلا، يعني مش في الكارديولوجي بس
او مش لما تقرا الديسليبيديميا بس، في اي دروس تانية هتلاقي كده الكلام ده بيتقال يعني في النص، فانا علمت لك عليه، والحاجات التانية دي يا دوبك كده تقراها قراءة مش مهمة يعني. اول حاجة واهمهم واخطرهم واللي لازم فعلا اعمل حسابي لو هستخدم statins معاه هو الاميودارون، اللي هو طبعا الباشا بتاع الاريزميا. تمام، الاميودارون مع اللوفاست لازم الدوز بتاعة اللوفاست تقل ل 40 مللي، ما تزيدش ابدا عن 40 مللي، وده برضو سؤال امتحان. لو انا بستخدم لوفاست مع اميودارون لازم جرعة اللوفاست اليومية الكلية ما تزيدش عن 40 مللي، مع السيمفاست لازم الجرعة اليومية بتاعته ما تزيدش عن 20 مللي. تمام، وفي ملحوظة برضو عايز اقولها لك، ان السيمفاست ده هو ارخم واحد فيهم في دراج انتراكشنز. يعني احنا عندنا لوفاست وبرافاست وسيمفاست وفلوفاست وبيتافاست واتورفاست، وعندنا كمان الروزيوفاست قلناه. تمام، فهو بيقول ان السيمفاست، ومعروف كده علميا ان السيمفاست هو ارخم واحد فيهم في دراج انتراكشنز، عشان كده لو انت كطبيب عايز تبدا بستاتن ثيرابي لشخص تبعد، تخلي السيمفاست ده اخر اختياراتك. لو عايز تستخدم هاي انتنسيتي ستاتين يبقى قدامك اتور وروزيو، مفيش غيرهم. لو هتستخدم مودريت برضه يا ريت تستخدم اتور او روزيو او اي حاجه تانية، بس بلاش السيمفاست، لان فعلا في الدراج انتراكشنز بتاعته عنيف عنيف جدا يعني. فلو انا بستخدمه مع الاميدرون بيبقى الجرعه بتاعته اليوميه ما تزيدش عن 20 مللي. انا هقرا لك بس الحاجات اللي انا معلم عليها عشان ما نضيعش وقتنا بس في الكلام التاني. تاني انتراكشن مهم هو الدالتيازيم والفيرابميل اللي هم الكالسيوم شانل بلوكر، نون داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، احنا بنستخدمهم طبعا في الدايستوليك ديسفانكشن بالنسبه للهارت فيلير، بنستخدمهم كمان في الكات كورونا ارتري ديزيز خاصه الانجينا. فهو بيقول ان لو انا بستخدم الدالتيازيم او الفيرباميل مع اللوفاست برضه لازم جرعه اللوفاست ما تقلش بقى عن 40، ما تزيدش عن 40 هنا، ما تزيدش عن 20، مش زي الاميودارون ما تزيدش عن 40، لا هنا مع الدالتيازيم والفيرباميل ما تزيدش عن 20، والسيمفاست ما تزيدش عن 10، يعني هنا الموضوع قل النص في كل حاجه يعني. تمام، ثالث انتراكشن مهم هو عيلة الماكرولايتس اللي هي الاريثروميسين والكاريثروميسين والتيليثروميسين مع اللوفاست كونترا انديكيتد اصلا. تمام، ما استخدموش اصلا مع البرافاست، جرعه البرافاست المفروض ما تزيدش عن ال 40، مع السيمفاست كونترا انديكيتد، مع البيتا فاست ما تزيدش عن 1 مللي جرعه البيتا فاست، ومع الاتور فاست ما تزيدش عن 20. تكمله للجدول عندنا الجيمفيبروزيل، ما احنا ده قلناه مش محتاج بقى حاجه جديده يعني، ان الجيمفيبروزيل المفروض اصلا ما نستخدموش خالص اي حاجه من انواع الفايبريتس مع الستاتنز، عشان كده زي ما قال لك ان مع اللوفاست كونترا انديكيتد، مع السيم فاست كونترا انديكيتد، مع الحاجات التانية يستخدم ويسكوشن كمان يعني بالعافيه، فمن الافضل ان احنا نبعد عنه تماما. كمان عائله الازولز اللي هي الانتي فانجلز، اتراكونازول، كيتوكونازول، بوساكونازول، كونترا انديكيتد مع اللوفاست ومع السيم فاست ومع الحاجات التانية، بيستخدم برضه مع تقليل الجرعات. اللي عامله لك بالازرق ده معناه ان ده بقى مش هتشوفه هنا خالص يعني، ده هتشوفه بقى في شابتر تاني خالص، وهو هنعرفه برضو الانتراكشن ده بالتفصيل، وهو في شابتر اتش اي في لما هنتكلم على البروتيز انهبيتورز. ده كلاس من الكلاسز اللي بتعمل مانجمنت للاتش اي في، هي البروتيز انزيمز، معروفه ان هي ليها سيب 3A4 سيتوكروم B450 3A4 انهبيتور قويه جدا، فبالتالي ما ينفعش نستخدمها مع الستاتنز، عشان كده زي ما انتم شايفين كونترا انديكيتد مع كل انواع الستاتنز. التكملة الجدول دي ما فيهاش اي حاجه مهمه. يبقى دي كلها كانت انتراكشنز للستاتنز مع بعض الكاتيجوريز من الدرايفز اللي بنستخدمها. ممكن تصادف ان احنا نستخدم ده مع ده، يعني شخص عنده مثلا مشاكل في القلب فبضطر ممكن استخدم اميودارون، وبرضو عنده مشاكل في الليبتس فبستخدم statins، فما اخدش بالي واستخدم مثلا اميودارون مع لوفاست واستخدم اللوفاست بجرعه اعلى من 40 كده وبقى انا بدخله في مشاكل. يبقى الانتراكشنز دي مهمه جدا ليا انا كصيدلي قبل ما تبقى للطبيب. ده برضو جدول قراءه كده بيبين لنا الفارماكوكاينتكس بتاعه الانواع المختلفه من statins. عندك مثلا بالنسبه للبايو افيلابيلتي هنلاقي اعلى واحد فيهم هو البيتا فاست بنسبه 51%، واحنا عارفين بايو افيلابيلتي يعني قد ايه من الدراج وصلت للدم، قد ايه نسبته حصل لها ابزوربشن فعليا يعني. فواحد ونص دراج حوالي بيحصل له امتصاص في الجسم هو البيتا فاست،
اعلاهم في الفارماكوكايناتكس. في الهاف لايف هنلاقي ان اعلى واحد فيهم الروزيوفاست ممكن يقعد 20 ساعه في الجسم. الاليمينيشن ميتابوليزم يعني بيحصل له ميتابوليزم ازاي، الاتورفاست 3E4 اشهره يعني، الفلوفاست 2C9 واللوفاست 3E4، البيتا فاست شغال 2C9 و2C8، البيتا البرافاست نوت ابليكابل يعني ما بيحصلوش اليمينيشن اصلا، ما بيحصلوش ميتابوليزم، بيطلع زي ما هو. السن فاست 3E4 والروزيوفاست 2C19، مين فيهم برو دراج ومين لا؟ بيقول ان التلاتة البرو دراجز من دول هو اللوفاست والبيتا فاست والسن فاست، دول هم يعتبر برو دراج بيتحولوا لاكتيف دراج جوه الجسم. بالنسبة للسيربيليتي في منهم لايبوفيليك وهيدروفيليك، عندنا الهيدروفيليك يعتبروا تلاتة اللي هم الفلوفاست والبرافاست والروزيوفاست، برضو ده يعني جدول كده توضيحي مفهوش اي مشاكل. الجدول ده برضو في كل العك ده مش هنعرف غير حاجتين مهمين اللي نطلع منهم من الجدول ده. هو بيقول ايه فيه؟ بيقول dosing of statin agents in chronic kidney disease، يعني تأثير انواع الستاتنس المختلفة على الشخص اللي عنده chronic kidney disease. اللي نعرفه من كل دول ان الاثنين الوحيدين اللي هم يعتبروا أأمن انواع الستاتن واللي بنستخدمهم واحنا مستريحين شوية مع الناس اللي عندهم chronic kidney disease هم الاتورفاست والبيتافاست. الاثنين دول الوحيدين اللي ما فهمش اي كومنتس زي ما انت شايف، ما فهمش اي تعليقات تذكر من ناحيه استخدامهم مع الشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. الروزيوفاست ما فيهوش كومنتس بس من الافضل عدم استخدامه لان برضه من الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الكيدني، لكن فعلا امنهم واللي ثبت علميا امنهم هم الاثنين اللي في المربع في الدايره الحمراء دول اللي هم الاتورفاست والبيتافاست. ده بس اللي نعرفه، سيبك من الارقام وسيبك من كل الكلام اللي متقال ده، اللي اعرفه واللي نطلع منه الجدول ده هم الكلمتين دول، ان الاتورفاست والبيتافاست هم الامن من ناحيه الاستخدام لانواع الستاتنز كلها للشخص اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز. ده كان باختصار يعني ايه ستاتنز وانواعه، وعرفنا الدراج انتراكشنز المهمه، وعرفنا مين فيهم اللي بيأثر على الكلى، وعرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم بيشتغل ازاي والافكاسي. تاني واحد عندنا حاجه اسمها البايل اسيد سيكويسترنت. بايل اسيد سيكويسترنت اللي هو في حاجه اسمها كوليستيبول وكوليسيبلام مش عارف ايه، انواع كتير كده من البايل اسيد سيكويسترنت. هنعرف دلوقتي هم شغالين ازاي. من التريد نيمز المشهوره ليهم حاجه اسمها ويلكول، هي مش موجوده ومش مشهوره قوي في مصر بس موجوده عالميا يعني، اسمها ويلكول اللي هي الكوليسيبلام. البايل اسيد سيكويسترنت ثلاثة المشهورين بتوعه كوليستيرامين كوليستيبول وكوليسيبلام. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو يعتبر يعني بيضحك على الجسم ازاي. البايل اسيد ده سيكويسترنت اللي هو الانواع دي اللي هي الكوليستيرامين كوليستيبول كوليسيبلام، لما بيدخلوا في الجسم بيرتبطوا بالبايل اسيدز الموجوده في الجسم، فلما بيرتبطوا بيه بيوقفوا السايكل بتاعه الانتيرو هيباتيك ريسيركيوليشن. احنا عندنا حاجه في الجسم اسمها انتيرو هيباتيك ريسيركيوليشن، ان البايل اسيد بعد ما بيهضم الدهون المفروض بيرجع الكميه منه الغير مستنفذه اللي هي ما استهلكتش في عمليه هضم الدهون بتبدا يحصل لها ريسيركيوليشن تاني وبتبدا ترجع للكبد تاني وتستنى لحد ما تبدا تدخل نسبه دهون عشان تنزل تعمل لها ابزوربشن ودايجستشن. تمام؟ فهنا لما البايل اسيد سيكويسترن ده بيرتبط بالبايل اسيدز بيمنع عمليه الانتيرو هيباتيك ريسيركيوليشنز دي بتاعت البايل اسيد، فبالتالي نسبة البايل اسيد دي ما بترجعش تاني الكبد، فالكبد بيبدا يقلق، ايه ده؟ امال راح فين البايل اسيد كله اللي انا طلعته؟ مش معقول كله استنفذ في عملية الهضم والتكسير بتاعت الدهون، اكيد في حاجة غلط. ده كده يبقى انا لازم حالا دلوقتي اعمل سكريشن لكمية بايل اسيد جديدة. تمام؟ طب انا اعمل سكريشن لكمية بايل اسيد جديدة ازاي؟ انا عندي نسبة كوليستيرون متخزنة اصلا في الخلايا الكبديه اطلعها واعمل بيها البايل اسيد. طب احنا استفدنا ايه كده؟ احنا استفدنا حاجه مهمه جدا، استفدنا ان كميه الكوليسترول اللي هي كانت هتتخزن في الكبد وممكن تعمل لي فاتي ليفر وممكن بعد كده تروح على الدم عن طريق ال دي ال سي وتعمل لي اثيروسكليروتيك ديزيزز، انا استخدمتها في حاجه مفيده للجسم وهي البايل اسيد وقللت كميتها في الجسم. فكده البايل اسيد سيكويستران ده عرف يضحك على الجسم، ان هو مسك في البايل اسيد خلاه ما بقاش يؤدي دوره ويرجع تاني عن طريق الانتيرو هيباتيك ريسيركيوليشن الكبد
بدأ يفهم ان كده البايل اسيد نسبته قلت في الجسم، ودي حاجة مهمة جدا لهضم الدهون، فبيبدأ يطلعه تاني ويطلع كمية جديدة منه تاني عن طريق ان هو بيعمل ستيميوليشن، بيحول الهيباتوسيلولار كوليسترول، يعني الكوليسترول الموجود جوه الخلايا الكبدية، يحوله ويكونه الى بايل اسيدز، بالتالي نسبة الكوليسترول هتقل، وبالتالي نسبة الليبيدز الموجودة في الجسم هتقل. جميل. اللي نفهمه من ميكانيزم اكشن ده، البايل اسيد سيكويسترين ده عبقري، هو عبقري، بس مشكلته الادفرس افكتس بتاعته بتخلي كتير من الدكاتره تبعد عنه، لان هي ادفرس افكتس بتبقى واضحه جدا وبتبدا مع اول استخدام للدراج، المريض نفسه ما بيقدرش يطيقها يعني. فعشان كده هو ناجح في استخدامه في الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، لكن الادفرس افكتس بتاعته هي اللي خلت استخدامه حاليا في السوق مش زي الستاتنز مثلا او الفايبريتس. الافكتس بتاعته بيقلل ال LDLC من 15 ل 26%، بيزود ال HDLC بنسبة 3 ل 6%، لكن زي ما انت شايف المعلمة بالعلامة الحمراء دي ان هو ممكن يزود الترايجلسرايد كونسنتريشن، ودي مشكلة، مش عشان انا احل مشكلة الكوليسترول ازود نسبة الترايجلسرايد، فدي كمان مشكلة كبيرة للبايل اسيد سيكويسترين. ريديوس الميجر كوروناري ايفنتس زي الستاتنز، وكمان بيقلل سي اتش دي مورتاليتي برضه زي الستاتنز. الادفرس افكتس بتاعته حاجتين زي ما قلت لك، هما بيخلوا الشخص نفسه المريض يبعد عن الدراج ده حتى لو الدكتور وصفه له، اللي هو الجي اي ديستريس، بيبدا يحس على طول في فلاتولنس، انتفاخ في بطنه، بيبدا يحس ان هو مش مستريح، بيبدا يحس ان الهضم عنده بدا يتعبه، ان لما بيجي ياكل اي اكل بسيط فيه دهون بيبدا يتعب، لان خلاص اي نسبه بايل اسيد بتطلع عشان تهضم الدهون دي بيبدا البايل اسيد سيكويسترن ده يمنعها ان هي تؤدي دورها، فبالتالي الدهون ما بتلاقيش حاجه تصرفها، فبتنزل تاني لو نزلت يعني عن طريق البراز وبتطلع، لكن هو اصلا المشكله ان كمان بتحصل كونستبيشن، فبتبدا نسبه الدهون دي بتتراكم. هي مش هتضرنا في الدم بس بتتراكم، وعدم الهضم للاكلات دي عموما بيبدا يتعب المعده نفسها، وبيبدا يحصل جي اي ديستريس باعراضه اللي احنا قلنا عليها. الفارماكوكاينتكس بتاعته مشكلته كمان ان هو بيقلل الابسوربشن بتاعت ادويه تانيه زي الوارفرين والبيتا بلوكرز والليفوثايروكسين والثايازايد. طب ليه هو بيقلل الابزوربشن بتاعت الحاجات دي؟ لان الحاجات دي بتحتاج الحاجات دي لايبوفيليك، بتحب ان تبقى قاعده في ميديا دهنيه، يعني ليبتس، في مكان فيه ليبتس عشان تقدر يحصل لها امتصاص كويس، اللي هي الوارفرين والبيتا بلوكرز والليفوثايروكسين اللي هو علاج الهايبوثايرويدزم، وكمان الثايازايدز اللي هو الدايوريتكس. الحاجات دي بتحب الليبتس وبتحب ان هي تشتغل في ليبيد ميديا، تمام، لايبوفيليك، فبالتالي انا برضو مش مشغل الدنيا كويس ومش مخلي الليبتس موجوده متوزعه بالطريقه الكويسه اللي تنفع تخلي الحاجات دي تمتص فيها، فبالتالي كل الانواع اللايبوفيليك دراجز زي الوارفرين بيتا بلوكرز ليفوثايروكسين والثايازايدز برضو نسبه الابزوربشن بتاعتهم هتقل، وبالتالي كفاءتهم هتقل. So should administer drugs 1 to 2 hours before or 4 hours after bile acid sequestration. عشان كده من الافضل ان انا لو بستخدم اي حاجه من الحاجات دي استخدمها قبل استخدام البايل اسيد سيكويسترن بساعتين او بعد استخدامه باربع ساعات، عشان يكون المفعول بتاعه انتهى تماما واقدر اخليهم يؤدوا دورهم كما يجب. الكونترا انديكيشن المشهوره للبايل اسيد سيكويسترن اللي ما ينفعش استخدم معاها البايل اسيد سيكويسترن حاجه اسمها ديس بيتا لايبوبروتينيميا، الاسم الكبير قوي ده، ديس بيتا لايبوبروتينيميا. This beta lipoproteinemia ده زي ما انا عامل لك بسهم ان هو عباره عن genetic disease characterized by inhibiting the enzyme responsible for triglyceride metabolism. So triglyceride concentration increased اكتر من 400 ملغ بر ديسيليتر. ده مرض جيني بيحدث في بعض الناس اسمه this beta lipoproteinemia، بيتميز ان هو بيمنع انزيم مهم جدا بيعمل metabolism للتريجلسرايد وبينهي دوره في الجسم. فلما الانزيم ده بيتمنع بالتالي نسبه الترايجلسرايد هتزيد في الجسم، واصلا اوريدي البايل اسيد سيكويسترن زي ما عرفنا في السلايد اللي فات ان هي اصلا هي نفسها بتزود الترايجلسرايد، فممكن الموضوع يزيد عن 400 ملغ بر ديسيليتر، ودي طبعا تعمل لي هايبر ترايجلسريديميا، تزود لي نسبه الترايجلسرايد في الجسم، يبقى انا كده حليت موضوع وعكيت في موضوع تاني. فعشان كده كونترا انديكيتد تماما لاي شخص عنده ديس بيتا لايبوبروتينيميا ان هو يستخدم البايل اسيد سيكويسترن. ده كان النوع الثاني من الريجيمنتس او الكلاسز اللي بتستخدم كانتي هايبر ليبيداميك. النوع الثالث عندنا مشهور جدا حاجه اسمها النايسين، اللي احنا بنقول عليه كمان فيتامين بي 3
وبنقول عليه كمان نيكوتينيك اسيد، كل دي مسميات للنيسين، اسمه نيكوتينيك اسيد واسمه فيتامين بي 3. النيسين الافكس بتاعته، اولا الميكانيزم الاول ان هو بيمنع الموبيلايزيشن of free fatty acids from peripheral adipose tissues to the liver and reduces VLDL synthesis. بيمنع حركة الـ free fatty acids، الدهون الحرة اللي هي موجودة أو الأحماض الدهنية اللي موجودة في الـ adipose tissues اللي هو المخزن بتاعها في الأنسجة الدهنية بتاعتها، بيمنع إن هي تتحرك من المكان ده وتروح على الليفر، فبالتالي بيقي من الـ fatty liver، وكمان بيقلل لنا نسبة الـ VLDL synthesis اللي هي وسيلة المواصلات المهمة جدا لنقل الترايجليسرايد من الأديبوز تيشو للدم، فبالتالي بيمنع مشاكل كتير وبيمنع الديسليبيديميا. ده كان النياسين باستخدامه. الإفاكس بتاعته بيقول ان هو بيقلل الـ LDLC ب 15-26%، بيقلل تريجلسرايد من 20-50%، عشان كده هو شغله اكتر على تريجلسرايد مش على الـ LDLC. كمان بيعلي الـ HDLC ب 15-26% و reduces الـ major coronary events. الـ adverse effects بتاعته كتيرة شوية، بيعمل فلاشنج، بيعمل هايبرجلايسيميا لو استخدم لفترة كبيرة، بيعمل هايبريوريسيميا بيزود نسبة اليوريك أسيد في الجسم وفي الدم، بيعمل أبر جي آي ديستريس زي البايل أسيد سيكويسترن، increased الهيباتيك ترانس أمينيزيس زي الستاتنس، عشان كده لازم نعمل مونيتور للليفر فانكشن تيست ات بيز لاين وكل 6-12 أسبوع and then yearly، يعني لازم يبقى بنفس السيكونس ده. لما باجي استخدم الستاتين ان هو فعلا بيعلي نسبه الهيباتيك ترانس امينيسيس بطريقه ملحوظه، فلازم قبل ما ابدا العلاج اعمل مونيتور ليفر فانكشن تيست، ولازم بعدها ب 6-12 اسبوع وبعدها سنويا لازم اعمل مونيتور ليفر فانكشن تيست. الكونتر انديكيشنز بتاعته، من الادفيرس افكتس هنعرف الكونتر انديكيشن، يعني اول حاجه الليفر ديزيز اكيد شخص حاجه بتعلي الهيباتيك ترانس امينيسيس، يبقى من الافضل عدم استخدامها مع اي شخص مصاب باي مرض من امراض الكبد. سيفير جاوت، اكيد الشخص اللي عنده جاوت بيبقى عنده يوريك اسيد كتير، فبالتالي عشان هو بيعمل هايبر يوريسيميا فما ينفعش يستخدم مع الشخص اللي عنده سيفير جاوت. كمان الاكتيف بيبتيك ألسر لان هو بيعمل ابر جي اي ديستريس، تمام، فبالتالي الاكتيف بيبتيك ألسر الشخص اللي عنده اكتيف بيبتيك ألسر من الافضل بعده تماما عن النيسين. وكمان ممكن نضيف حاجه تاني زي الديابيتس، الشخص اللي عنده ديابيتس من الافضل ان هو لا يستخدم نيسين لان هو بيعمل هايبرجلايسيميا. طيب انا بستخدم نياسين وبدا يحصل لي الفلاشنج، السيمتوم المشهوره اللي هي الفلاشنج اللي هي فعلا مشهوره جدا مع استخدام النياسين وبتبان من اول جرعه للنياسين. انا اعمل مينيمايزيشن للفلاشنج ده ازاي؟ احاول اقلله ازاي؟ عن طريق ان انا استخدم اسبرين من 30-60 دقيقه قبل ما استخدم النياسين، تمام، ده حل من الحلول ان انا استخدم الاسبرين قبل ما استخدم النياسين ب 30-60 دقيقه، ده هيقلل لي نسبه الفلاشنج شويه الناتجه عن كادفرس افكت للنياسين. ان انا استخدم النياسين عند وقت النوم، تمام، او مع الاكل، فبالتالي نسبه الفلاشنج ساعتها تقل. ان انا اتجنب كل المشروبات الساخنه لان الحاجات دي بتزود الفلاشنج اكتر، زي الهوت بيفريجز اللي هي الشاي بقى والقهوه والكلام ده، او السبايسي فودز لان برضو الحاجات دي بتزود الفلاشنج زي الشطه والفلفل الاسود والكلام ده، and hot showers كمان ما حاولش اخد اي حمام دافي قبل ما انام لان برضو ده بيزود الفلاشنج اكتر around the time of administration. كل الحاجات دي احاول ابعد عنها في الوقت اللي باخد فيه النياسين. الحاجات دي الى حد ما بتقلل الفلاشنج اللي بينتج كافريج افكت للنياسين. النوع الرابع عندنا لا يقل اهميه عن النياسين وبيفضل كمان عن النياسين في بعض الاحوال في المانجمنت اوف هايبر ترايجلسريديميا، في مانجمنت اوف ترايجلسرايد، هو الفايبريتس. الفايبريتس مشهور جدا عندنا في مصر، يمكن يكاد يكون يوازي الاستاتنس في استخدامه لمصر، ودي مشكلة كبيرة مش حاجة كويسة، يعني لان الاستاتنس المفروض يبقى موجود في مكانة اعلى بكتير من اي نوع تاني، لكن هنا للأسف في مصر انا بلاحظ ان في دكاترة كتير بتكتبه. هو في التراجلسرايد هو اقوى من الاستاتنس، بس برضو مشاكله بتخلينا نبعد شوية عنه ونحاول نمشي واحدة واحدة بالاستاتنس احسن ما نستخدم الفايبريتس. النوعين الاساسيين اللي عندنا حاجه اسمها جيمفوبروزيل وفينوفيبريت. الفينوفيبريت الماده الفعاله المشهوره عندنا في مصر اسمها ليبانثيل او ليبانتيل، والجيمفوبروزيل حاجه اسمها لوبيد تبع فايزر. زي ما احنا قلنا ان الفايبريتس عباره عن فينوفيبريت مع او جيمفوبروزيل. الجيمفوبروزيل بيتر ذان فينوفيبريت اند نياسين ان مانجمنت اوف ترايجلسرايد، يعني لو احنا بقى بنقارن من ناحيه الكفاءه، لا الجيمفوبروزيل اعلى من الفينوفيبريت واعلى كمان من النياسين نفسه في المانجمنت اوف ترايجلسرايد.
وفي ملحوظة مهمة جدا بتهمنا في الكيسز، ركز قوي على الحتة دي، ان عمري ما استخدم وابدأ بالفايبريتس الا لو الترايجليسرايد عندي نسبته 500 ملي جرام بير ديسي لتر او اكتر، لان دي بيلعب بيها في الامتحان. ممكن يجيب لك كيسز فيها نسبة ال LDLC عالية، فيها نسبة ترايجليسرايد عالية بس ما وصلتش ال 500، وجايب لك من الاختيارات ستاتنز وفايبريتس اوميجا 3 مثلا مش عارف ايه، فالناس كلها بتروح مختارة فايبريتس عشان نسبة عشان بدل في علو في ترايجليسرايد. لا، مش اي علو في ترايجليسرايد تستخدم معاه فايبريتس، الفايبريتس بيستخدم بس لو الترايجليسرايد 500 ملي جرام بير ديسيليتر او اكتر. الافكس بتاعته بيقلل ال LDLC ب 5 ل 20%، يعني شغله على الكوليسترول مش قوي، وكمان بشرط ان يكون ساعتها الترايجليسرايد طبيعي. بيزود ال LDLC، ودي مشكلة كبيرة جدا، يعني هو بيقلله بنسبة 5 ل 10%، لكن ممكن يزوده بنسبة 45% لو احنا عندنا الترايجليسرايد عالي. يعني لو في علو في ال LDLC وكمان في علو في الترايجليسرايد، هو ممكن ساعتها يعمل العكس ويعلي لي ال LDLC. عشان كده انا بقول لك الفايبريتس من الافضل برضه ما نلجألوش بسهولة، لازم ندور على بدائل الاول قبل ما ندور على الفايبريتس. بيقلل الترايجليسرايد بنسبة 30 ل 55%، نتيجة كويسة وجميلة جدا. بيعلي ال HDLC بنسبة 18 ل 22%. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيقلل الريت اوف لايبوجينيسيس ان ذا ليفر. كلمة لايبوجينيسيس معناها تكوين الليبتس في الليفر، فهو بيقلل العملية دي وبالتالي بيقلل تراكم الدهون. الادفيرس افكتس بتاعته والمونيتورنج ان هو بيعمل ديسبيبسيا، تمام، عسر في الهضم، وبيعمل جولستونز، ممكن يؤدي يعني الى خصاوي في المرارة. المايوباثي وبرضه رابدوميوليسيس زي الستاتنز. بيزود الهيباتيك ترانس امينيزيس برضه زي الستاتنز. عشان كده لازم اعمل مونيتورنج للليفر فانكشن تيست كل 3 شهور ديورنج في السنه الاولى من استخدام الفايبريتس، اند ذن بيريوديكالي بعد كده بقى كل فتره لازم برضه اعمل مونيتورنج للليفر فانكشن تيست. من الكونترا انديكيشنز طبعا اللي هو سيفير رينال اور هيباتيك ديزيز، اي مشاكل في الكبد او في الكلى ابعد تماما عن استخدام الفايبريتس. عندنا دواء خفيف كده اسمه الايزيتيميب، في بعض في معظم الاحيان بيستخدم كادجنكتيف ثيرابي، ما استخدمش لوحده. اسمه الايزيتيميب من التريد نيمز المشهوره ليه وموجود في مصر، اسمه الايزيترول. ايزيترول تمام. الافكتس بتاعته ان هو بيقلل ال دي ال سي ب 18 ل 20%، بيزود ال اتش دي ال سي 1 ل 5%، وبيقلل ترايجليسرايد بنسبه 5 ل 10%. ارقام قليله زي ما انت شايف، عشان كده هو بيستخدم كادجنكتيف ثيرابي. الميكانيزم بتاعه ان هو بيمنع الكوليسترول ابزوربشن اصلا، يعني لو اي كوليسترول جاي عن طريق اي دهون داخله جوه الجسم بيبدا يمنع امتصاص الكوليسترول. الادفرس افكتس بتاعته بيعمل هيدك، بيعمل راش، لكن الراش ده مش محتاج ان احنا نعمله مونيتورنج اكسبت الليفر فانكشن تيست وين كو ادمنسترد ويز ستاتين، لكن بنعمل مونيتورنج بس للليفر فانكشن تيست في حاله لو هو بيستخدم كادجنكتيف ثيرابي مع الستاتنز. لاحظ ان الادجنكتيف ثيرابي تو ستاتين ان هو بيستخدم يعني كده، والريسنت داتا سجست ذات كومباينيشن مع سينفاست از سوبيريور تو سينفاست الون ان ريديوسينج سي في ايفنتس. It is the only non-statin lipid-lowering therapy that has shown a reduction in CV events. خلي بالك قوي من الحتة دي. بيقول ان هو بيستخدم كadjunctive therapy خاصة مع السينفاست، وبيقول ان هو افضل بكتير لما استخدمه مع السينفاست عن اني استخدم السينفاست لوحده في عملية تقليل CV events والخطورة من امراض القلب. وهو الوحيد في non-statin lipid-lowering therapy اللي ينفع اقول عليه ان هو فعلا بيقلل السي في ايفنتس. بعد كده عندنا الاوميجا 3. الاوميجا 3 عندنا نوعين منه. النوع الاولاني منه حاجه اسمها اوميجا 3 اسيد اثايل ايسترز، تمام. الحاجات اللي هنبدا نقولها من دلوقتي دي بقى حاجات مش موجوده في مصر يعني، بس يعني ايه، او موجوده على استحياء، فهنعرف عنها بس كده كلام بسيط، وهو يعني ايه برضو ما بيدققش عليها في الامتحان لان كلها تعتبر adjunctive therapy او حاجات داخله تبع الريمس بروجرام. الناس اللي دارسه ريجوليتوري هنعرفها بعد شويه، في حاجات داخله تبع الريمس بروجرام، فبالتالي حاجات ممنوعه قوي او مش شغاله ان هي ممكن تيجي في مصر يعني. الاوميجا 3 اسيد اثايل ايستر ده نوع من النوعين اللي بيستخدموا في الانتي هايبرد ايبيديميك تحت الاوميجا 3. التريد نيم المشهور عالميا اسمه لوفازا. الافكس بتاعته انه بيقلل الترايجليسرايد بنسبه 26 ل 45%، نسبه كويسه جدا. بيعلي ال LDLC ل 45% لما الترايجليسرايد بتبقى نسبته عاليه زي الفايبريتس، يعني هو هنا بيعمل نفس شغل الفايبريتس بالظبط.
ان لما بتبقى نسبه تريجلسيرايد عاليه قوي ممكن هو يعلي لي ال ال دي ال سي ل 45%، وبيعلي الاتش دي ال سي من 11 ل 14%. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته لحد دلوقتي مش معروف، بس بيقولوا ان هو ممكن يكون عن طريق ان هو بيمنع حاجه اسمها الاسايل كوانزايم اي 1 و2 داي اسايل جليسرول اسايل ترانسفيريز، يعني اسم انزيم كبير قوي كده. الانزيم ده المفروض ان هو يعني بالتالي لما هيمنع الانزيم ده بيمنع عمليه الهيباتيك، او بيخلي عمليه الهيباتيك بيتا اوكسيديشن تحصل، عمليه اكسده الدهون بتحصل، وبالتالي بيقلل نسبه التكوين بتاعه الترايجلسرايد. بيقال ان هو ده الميكانيزم بتاعه، بس برضه لحد دلوقتي طبيا وعلميا لم يثبت له ميكانيزم اوف اكشن صريح. الادفيرس افكتس طبعا شغله هيبقى مشاكل كتير على الجي اي تي، ان هو بيعمل بيربنج اللي هو عمليه التجشؤ نفسها، بتحصل كتير مع الشخص اللي بيستخدم اوميجا 3 اسيد اثايل ايسترز. بيعمل حاجه اسمها تيست بيرفيرجن، يعني بيعمل تحوير او تحويل للتذوق. يعني انا مثلا ما بقدرش احدد ان انا باكل مثلا، وانا باكل مثلا منجايه مش هعرف احدد طعمها كويس، احس ان طعمها متغير. اجي اكل مثلا تفاحه الاحظ ان طعمها متغير، فده اسمه تيست بيرفيرجن، يعني بيغير من حاسه التذوق نفسها. بيعمل طبعا ديسبيبسيا عسر في الهضم لما بنستخدمه في جرعات اعلى من 3 جرام بير دي. كمان بيمنع البليتلت اجريجيشن، وبالتالي يؤدي الى بليدنج. عشان كده احنا ساعات بنستخدم الاوميجا 3 في حالات المانجمنت اوف ستروك عشان نمنع عمليه التجلطات اللي ممكن تحصل عن طريق الشغل ده، ان هو بيمنع البليتلت اجريجيشن. لاحظ ان هو بيستخدم عشان يعالج الهايبر ترايجلسيريديميا از ادجنكتيف تو دايت ان ادلتس ويز ترايجلسيرايد كونسنتريشن اوف 500 ملي جرام او اكتر. زي ما احنا قلنا برضو ما يستخدمش لو الترايجلسيرايد اقل من 500 ملي جرام، والدوز بتاعته عباره عن 4 ملي جرام بير داي از ا سنجل دوز اور ان تو ديفايد دوزز. النوع الثاني من الاوميجا 3 اسمه اوميجا 3 كاربوكسيليك اسيد. اوميجا 3 كاربوكسيليك اسيد، الايبانوفا ده يعني ممكن تكون ناس شافته في مصر وممكن تكون لا، بس هو مشهور اكتر بره. الايبانوفا هو الاوميجا 3 كاربوكسيليك اسيد، النوع الثاني من انواع الاوميجا 3. الافكتس بتاعته ان هو بيقلل الترايجلسرايد بنسبه 30%، بيعلي الاتش دي ال سي بنسبه 5%، وبيعلي لي ال دي ال سي برضه، ودي مشكله برضه زي النوع الاولاني من اوميجا 3 بنسبه 25%. الميكانيزم اوف اكشن برضه بتاعته لحد دلوقتي مش مفهومه. الادفيرس افكت الاساسي بتاعه ان هو بيعمل دايريا بطريقه واضحه. النوت المهمه بالنسبه لنا ان هو بيستخدم برضه لعلاج الهايبر ترايجلسيريديميا بالظبط زي الثاني، لو اكثر من 500 ملي جرام بير ديسيليتر كادجنكتيف للدايت، والجرعه بتاعته عباره عن 2 جرام عباره عن كبسولين او 4 جرام 4 كبسولز وانس دايلي. انا بتكلم بسرعه في المواضيع دي لان هي فعلا مش مهمه خالص كامتحان، وكمان مش محتاج منك غير ان انت بس تقراها كده للعلم مش اكتر. يعني النوع اللي معانا بعد كده اسمه ايكوزا بنت ايثايل. ايكوزا بنت ايثايل الماده التريد نيم بتاعه المشهور عالميا برضو مش موجود في مصر، حاجه اسمها باسيبا او باسكيبا. تمام، ايكوزا بنت ايثايل الافكتس بتاعته بيقلل تريجلسرايد بنسبه 33%. doesn't appear to raise the LDLC، يعني مش زي الاوميجا 3 مش بيعلي ال LDLC ولا حاجه. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته بيقول ان هو it suggested that ايكوزا بنتانويك اسيد، في حاجه اسمها ايكوزا بنتانويك اسيد. الايكوزا بنتانويك اسيد ده يعتبر هو الاكتيف ميتابولايت بتاع الايكوزا بنت ايثايل. الايكوزا بنتانويك اسيد ده بيقلل الهيباتيك VLDL triglyceride synthesis and secretion and increases triglyceride clearance from circulating VLDL particles. بيقلل تكوين ال VLD اللي هو بينقل الترايجلسرايد، وكمان بيزود الكليرنس بتاع الترايجلسرايد يعني بيخرجه من الجسم بسرعه، فبالتالي طبعا ده كله بيقلل نسبه الترايجلسرايد في الجسم. الادفيرس افكت بتاعته ان هو بيعمل ارثروليجا، الم برضه في العضلات. بيستخدم تو تريت هايبر ترايجلسريديميا زي برضه الاوميجا 3 بالظبط، لو كانت نسبته 500 ملي جرام او اكتر كادجنكتيف للدايت، والجرعه بتاعته برضو 2 جرام توايس دايلي ويز فود. بعد كده عندنا بقى دراج اسمه نوميتابايد، اسمه جاكستابيد، تريد نيم بتاعه حاجه اسمها جاكستابيد. النوميتابايد ده اللي يهمنا بيه بس من كل الهري ده ان هو يخضع لبرنامج الريمس، واحنا عارفين قبل كده
ان كلمه ريمس دي في الريجوليتوري معناها ريسك ايفالويشن اند ميتيجيشن استراتيجي. دي بعض الادويه العلماء فكروا ان هم حطوهم تحت برنامج اسمه ريمس لان لو ان هم ليهم خطوره شديده جدا، سواء حاجه زي بلاك بوكس وارنينج بس اعلى كمان على حاجات معينه. في حاجات مثلا بتعمل خطوره على القلب، في حاجات بتعمل خطوره على الكبد، خطوره على الكلى، ايا يعني كان. المهم ان هي بتتحط تحت ريمس ولازم تبقى تحت اشراف طبي مخصوص وتصرف في اماكن معينه مش موجوده في كل الصيدليات. بيبقى ليها ميديكيشن جايد معين لازم امشي عليه، بيبقى حوار يعني. يعني الدواء ده فعلا هو بس مخلينه لسه لحد دلوقتي في السوق الادويه اللي زي كده اللي هي تحت الريمس عشان هي قويه في العلاج، لكن في نفس الوقت مشاكلها كتير فبيحطوها تحت برنامج قوي جدا في امريكا اسمه الريمس. فاللوميتابايد ده نوع من انواع الادويه اللي بتستخدم تحت الريمس. وخلي بالك كده وخليك شاطر وانت بتذاكر البورد، تجمع كده في ورقه كل الادويه اللي انت قريتها في منهج البورد كله اللي بتخضع للريمس. هتبقى حاجه كويسه لما تروح مجمعهم كده في ورقه واحده وتربط بينهم وتبقى عارفهم. الافكس بتاعته بيقلل ال LDL-C باي باوت 40%. الكفاءة بتاعته قوية، ما احنا قلنا ان كفاءته قوية، بس هي مشكلته ان ايه الحاجات الخطورة اللي بتنتج عنه خطورة ممكن تؤدي للوفاة. الميكانيزم اوف اكشن اسلكتيف مايكروزومال ترايجليسرايد بروتين انهبيتور which is necessary for VLDL assembly and secretion in the liver. يعني هو يعتبر بيمنع بروتين مهم جدا بينقل الترايجليسرايد زي ما احنا قلنا، ومهم لتكوين الترايجليسرايد. فعشان كده لما بيمنعوا اوريدي طبعا ال VLDL هتقل وبالتالي نسبه الترايجلسرايد هتقل. الادفرس افكتس بتاعته elevated liver function test و GI symptoms available only through the risk evaluation and mitigation strategy REMS program. عندنا كمان حاجه اسمها ميبوميرسان اللي هو اسمه كينامرو. الميبوميرسان ده عباره عن حقن مش برشام. الميبوميرسان ده برضو بياخضع للREMS. lowers the LDL-C by about 25%. The mechanism of action بتاعته targeted to human messenger RNA of apolipoprotein B. ان هو بيبقى شغال على ال mRNA اللي هو اسمه messenger RNA بتاعت الابولايبوبروتين B اللي هي بعد كده بتكون لنا انواع اللايبوبروتينز اللي احنا عارفينها اللي هي ال LDL وال VLDL. فبالتالي بما انها بتمنع المسنجر ار ان اي ان هي تبدا تكون الابولايبوبروتين بي، فبالتالي انواع ال دي ال والفي ال دي ال مش هتتكون، فهي بتمنع الموضوع من اساسه يعني. الادفرس افكتس بتاعته elevated liver function test برضه، وبتعمل فلو لايك سيمبتومز available only through the REMS program. الاثنين دول الميبوميرسان واللوميتابايد هما الاثنين ابديت 2014 لسه اصلا ابروفد من الاف دي اي في عام 2014. عندنا حاجه اسمها PCSK9 inhibitors زي ما قلنا ده هو الاحدث والاجدد في الانتي هايبر ليبيداميكس. موجود عالميا لسه ما نزلش مصر، اسمه ريباثا، وعباره برضو عن حقن كده زي بتاعه الانسولين بتتاخد انتراديرمال بقلم زي اللي انتم شايفينه ده. الجرعه بتبقى جاهزه، الشخص نفسه ممكن يديها لنفسه انتراديرمال ريباثا. PCSK9 ده اختصار لايه؟ اختصار لكلمه كبيره كده اسمها بروبروتين كونفرتيز سبتايلسين كيكسين تايب 2 تايب 9 انهبيتورز. تاني، بروبروتين كونفرتيز سبتايلسين كيكسين تايب 9 انهبيتورز. الموضوع ده عباره عن ايه؟ بيقول ان هو مونوكلونال انتي بادي ذات انهبيتس انزيم اسمه كده PCSK9 اللي احنا قلناه فوق. الانزيم ده بيرتبط بريسبتورز بتاعت ال LDL-C، فبالتالي لما نمنع الانزيم ده فبالتالي بقلل ال LDL-C synthesis وبالتالي بزود الكوليسترول كليرانس من الليفر وبتخلص منه. عندنا نوعين لل PCSK9 ده، حاجه اسمها ايفولو كيوماب وحاجه اسمها اليرو كيوماب. خلاص، يبقى النوعين الاساسيين بتوعه حاجه اسمها ايفولو كيوماب وحاجه اسمها اليرو كيوماب، واللي هو الرباخه اللي احنا شفناه من شويه ده اللي هو ده هو ايفولو كيوماب. بيقول ان هو طبعا انترادرمال انجكشن، بيحقن جرعته كل اسبوعين مره. لورس ال LDL-C من 50 ل 60%، رقم ضخم بصراحه يعني، لكن هو لسه طبعا جديد ولسه مش عارفين ايه المشاكل اللي ممكن تنتج عنه. الادفرس افكتس اللي عرفوها لحد دلوقتي عنه ان هو بيعمل انجكشن سايت ريأكشنز وبيعمل ريسبيراتوري انفكشنز، لكن الله اعلم هو فعلا بس كده ولا هيبان بقى بعد شويه لما ينتشر ليه ادفرس افكتس. طبعا نتمنى ان هو يبقى بنفس الكفاءه دي، ان هو يقلل ال LDL-C 50 ل 60%، ممكن يبقى كمان يخلينا نستغني تماما على الستاتنس اللي هي
مش بنحبها عشان سواد عيونها، بنحبها عشان هي لحد دلوقتي هي الاقوى في المانجمنت اوف هايبر ليبيديميا. لكن زي ما احنا عارفين وزي ما احنا عرفنا ان الادفرس افكتس بتاعته رخمه جدا، الكونترا انديكيشنز والدراج انتراكشنز مع ادويه كتير بتبقى رخمه جدا. فطبعا لو طلع دراج زي كده هيغنينا عن الستاتنس، يبقى كتر خيره. وادينا منتظرين، هو لسه ابروفد في 2015 من الاف دي اي، ولسه هنشوف ان شاء الله يا ريت يكون دراج ذات قيمه كبيره في الانتي هايبر ليبيديميكس اللي هو مرض يؤرق ملايين من البشر في العالم. لم يتبقى الا ان اقول شكر خاص لمعلمتي دكتوره ولاء عوض. في ناس عارفينها اكيد من اللي سامعين دلوقتي، وفي ناس ما يعرفوهاش، بس هي فعلا قامه علميه كبيره في مصر، من الناس اللي حصل على الزماله، من القلائل في مصر اللي حاصلين على الزماله في الصيدله، وطبعا واخده البورد الامريكي في الفارماكوثيرابي. دكتوره ولاء عوض فعلا من الناس اللي حببتني في حاجه اسمها تشابتر كارديولوجي، اللي هو كان حاجه بعبع بالنسبه لنا يعني، فصلته لنا بطريقه مبسطه جدا، عندها معلومات قويه جدا تبين ان الشخص ده قد ايه فعلا فاهم. فانا بشكرها جدا واتمنى لها كل خير، وربنا يجازيها خير ان شاء الله. كده احنا خلصنا الديس ليبيديميا، وهبقى معاكم ان شاء الله في على الجروب لاي تساؤلات، انا تحت امركم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.